الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، اليوم هو لقاء ثالث معاكم، وده بيدل على حاجة مهمة جدا، هي تتكلم كلمة تتكون من حرفين، أولها الحاء وآخرها الباء. لذلك لما جيت أنا هنا قلت اللقاء بتاعنا النهاردة هو رغبة في اللقاء، ديمومة للبقاء، وحرص على البناء. إذا كنت أنا بحب حد فأنا عايز أقابله على طول، لو جيت خطبتها بلزق في البيت أبقى تنح. الأب يقول عايزين ننام يا ابني روح، وأنا قاعد تنح كده ملزق ملازق، والأم تقول يا سي عبد قوم نام أنت بقى. قوم يا سي عبد أنت وسيب العيال قاعدين مع بعضهم. وده ديمومة البقاء، عايز أقعد ألزق جنبها. عشان ايه؟ الحرص على البناء. الأسرة هي بناء مجتمعي، يعني حتى ليلة الدخلة بيسموها ليلة البناء. بناء ايه؟ بناء مجتمع، صح؟ يبقى أنا معاكي رغبة في اللقاء، ديمومة للبقاء، والحرص على البناء. دي الرسالة بتاعتنا أو الهدف الاستراتيجي، إن أنا لما أحب حد بحب أقعد معاه دايما، علشان أنا وهو ولا أنا وهي، وإن احنا جميعا نبني مجتمع. أخونا الدكتور غسان تفضل. يا بسم الله، عايزين بالناس أسئلة أصعب ما يكون، نتعلم من دكتور هاني. أنا كتير في مخي أسئلة صعبة لدكتور هاني، بس عايزين يوصف لنا ثلاث أيام. أول ثلاث أيام نزل فيهم لموقع كانت صعبة جدا جدا جدا، لا مواصلات لا أمان لا تليفونات، وكيف تصرف؟ يعطينا حالة دراسية كده دكتور. أنا بس بفتكر أنا بلف الوقت. أيوة، بدنا حاجة زي كده. كيف كانت التجربة؟ كيف تصرفت فيها يعني كهيومانيتيريان إد ورك؟ الأيام الأولى في الإغاثة 1990s دكتور، زي ما حكينا الحصار في البوسنة، مستار، غوزني، أنا سمعت منك عن غوزني أشياء وأشياء. في أتشي، في تسونامي دكتور، شكل الحطام، كيف بتكون الدنيا؟ يمكن الطلاب أغلبهم زي ما أنت شايف إنهم أغلبهم صغار السن دكتور، لكن كبار المقام والقام ما شاء الله عليهم. أنا شايف من أفضل، بصراحة دكتور، من أفضل الكلاس that we have had. عشان كده أنا جيت. يعني ما شاء الله عليهم، حتشوفهم بعد سنة لتحكي لي جامعة حمد ولا طلاب جامعة حمد. نرجع بقى بالتنين بقى. لا لا أنا أحكي لك دكتور، أنا I know what I have يعني. طيب. خليني اروح معاكم في جولتين ثلاثه، وبعدين بعد كده نديك اول سؤال، وبعدين بعد كده نفتح السؤال. اللقاء النهارده اسمه ايه؟ اسئله بلا حدود. Ask without border or questions without border. خلاص، رحنا السونامي في اخر ديسمبر اول يناير 2005، كان يدوبك المكتب بتاعنا شخص، المكتب بتاعنا شخص. فنزلنا البند أتشي، كنا ثلاثة، واحد مسؤول عن الإغاثة اللي هو مصطفى عثمان، واحد مسؤول عن الإعلام كان اسمه محمد أفصل، وأنا. ما في شيء في المدينة على الإطلاق، مو أكثر من 250 ألف ماتوا بالسونامي اللي هي الموجة، بس موجة كان يعني في أغنية بتقول موجة تجري والموجة عايزة تطولها، فالموجة دي بتاعت السونامي لما جت سحبت الناس كلها على البحر أو على المحيط. كنا بنمشي في الشوارع فوق الجثث بتاعت الموتى. الموجة عملت كده هو، مشي كده هو، كسرت البيوت وسحبت الناس، في ناس انسحبوا ونزلوا المحيط، وفي ناس تحت الأنقاض. كنا بنشم رائحة الموتى تحت أرجلنا، مش عارفين نبدأ منين. ليه؟ عايزين إحصائيات مفيش، عايزين موظفين مفيش، عايزين كفاءات مفيش، مفيش اسمها مفيش مفيش مفيش. لدرجة ان اللجنة الطوارئ الدولية بتاعت بريطانيا اسمها DEC Disaster Emergency Committee اضطرت انها تمد مشروع الإغاثة من سنة لسنتين، لان جمعوا فلوس كتير جدا ما عرفوش يصرفوها، الناس الموظفين مش موجودين، الملفات مش موجودة. فده اللي حصل. لكن شكل الدمار دكتور، الدمار ما لا يوصف. الدمار ده يوصف ايه؟ شفنا مراكب فوق البيوت،
شوف لما راكب فوق الجبال ان الموجة لما جت من المحيط طلعت فوق ما عرفش كم متر في السماء ونزلت، فشوفنا بيوت او مولز اللي هم الشوبينج سنتر دي الدور الرابع والخامس والثالث مدمرين يعني كولابست، واللي فاضل اللي هو الدور الارضي والدور الاول دي كان حجم كده يعني وزن المية دمر بيوت خرسانية، مش بيوت من من البامبو او من التين لا، يعني في السودان في سنة 89 كان في فيضان في الخرطوم وعملوا عليهم حدوتة كبيرة جدا 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 وصيدوهم عشان يجمعوا تبرعات، رحنا هناك لأن البيوت التين هي اللي دمرت، والسودانيين اما قابلناهم قلنا ده كل ده عشان يجمعوا تبرعات على حساب ايه فيضان بيجي كل سنة وكل خمس سنين يدمر حبة بيوت في 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 خارج الخرطوم وبيجمعوا عليه تبرعات، لكن السونامي لا. اتفضلي اهلا وسهلا تشرفينا وتنورينا وتأنسينا، هنقول فيك شعر دلوقتي، اقعدي اقعدي انا ما اقدرش انساك ربنا يكرمك اتفضلي الحمد لله. فلما تبص للسونامي تلاقي ان في بلد يعني او مجتمع محي من على ظهر الارض انتهى مش موجود، فكنا بقى بنحاول نجيب نقعد حتى اليون نواتشا كانت لسه مش عارفه تعمل ايه، مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يروحوا فين عشان ينسقوا، حتى الجامعات ما كانتش موجوده سواء كان جامعات محليه او جامعات دوليه، فتخيلوا الفراغ ده اللي خلاك تبداي من تحت الصفر، طب نجيب ايه طب نروح فين. واحنا هناك بقى كنا وكان معانا كمان احمد البنداري من امريكا كنا نايمين وكنا ننام على الارض ونطلما لا نستجري ان نطلع ننام في مكان في الدور الاول او الثاني، مفيش فنادق شياكه ولا لا، وايه وحتى لو في فنادق فاضله مش هنطلعها في الدور الاول لان هينزل هيقع عليك ايه فحصل هزه كده ارضيه والله قمنا خايفين كالخراف يعني شوفوا الهزه الارضيه دي قامت كلنا قمنا بنن يعني نفسي طز فيكي بقى انت هتقولي انت مين مش عايزك انا عايز اجري، وطلعنا كلنا نجري في اتجاهات فطلعنا نجري كل واحد في اتجاه ده بس مجرد تريمور حصل كده، فده فما بالك بقى الناس اللي شافوا السونامي، ما بالك الناس اللي اتعلقوا على الشجر، ما بالك الناس اللي حصلوا فوق الجبال الى اخره الى اخره، ما كانش في حاجه خالص، فكان لابد انت تبداي من تحت الصفر في كل شيء، تبصي بقى انك هتعملي ايه وهتجيبي طب هتجيبي خيام لمين، هتبني كام بيت، الإحصائية ترجعي لاسمك دي لجاكرتا عشان تديك الإحصائية اللي كان موجودة في البلد دي، فكانت بروسيس طويلة جدا 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 معقدة، وكان عليك أنت تبتدي تشتغلي على الأساسيات المبدئية اللي تعلمت بيها في الاستجابة لمشكلة كبيرة زي كده، الأساسيات اللي هي الـ المكان اللي هو الشيلتر والأكل، وبعدين تعرفي بعدين في مشكله ثانيه حصلت لنا ان النساء اللي زوجها مات اصبحت ارمله ممنوع تخرج من البيت اللي في العده يعني الفقه الاسلامي، فهم عارفين يخرجوا بره وعارفين يقعدوا جوه، في مشكله ثالثه حصلت مشكله الحجاب بتاعي، في نساء مش قادره تخرج علشان ايه عشان ما عندهاش حجاب، فاضطرت يقول نوتش ان تدخل كلمه غطاء الراس كجزء من الثقافه المجتمعيه، فهم حتى لو كانوا مش متدينين فهم واخدين على ايه ان ده ايه جزء من الصخابه بتاعتهم، فكل الحاجات دي حصلت من ايه لان انت جيتي على مجتمع اتمسح باستيكا يعني you deleted a community you deleted a society you deleted a whole population، فعليك انت تفكري في كل ابعاد اعاده بناء المجتمع مره اخرى. في الوقت ده حصل تحدي كبير جدا، بعض المؤسسات الكنسيه بدات تاخد الاطفال اللي امهم وابوهم ماتوا، ده كان ده في يناير 2005 السونامي حصل في ديسمبر في الكريسماس 2004، واحنا خارجين وداخلين على المطار لان كده كاتبين باليد كده ورقه حاطينها لا تاخذوا اطفالنا من هنا والا، فده ممكن يكون دور من ادوار نمو التطرف والراديكاليزيشن
واكستريميزم دن 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 وات دي كول ات تيرزم. اطفال ابوهم وامهاتهم بتاخدهم ليه؟ فالناس بداوا يحسوا ان هم الاحياء، ودي مشكله كبيره جدا لازم تواجهك انت. انا ذهب الاطفال دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه اللي واجهتنا يا شباب ان كان عندنا الموظف بتاعنا ده مديله 200 دولار وكان فرحان بيتكلم انجليزي، حتى انجليزي يا مرسي، انجليزي يا حسني، انجليزي عليا، اي انجليزي. فجت مؤسسه من المؤسسات قالت له 2000 دولار، فجانا قال لنا دخل ورزق لاولادي ولاخواتي وكذا وكذا، انا روح توكل على الله. فده بقى اللي ايه الصراع على امتلاك القدرات البشريه الغير شريف. فانت رفعتي المشكله الاقتصاديه قدرتيها بحيث ان السوق اللي بيستوعب 200 دولار او 100 دولار رفعتيه ل 1000 دولار. وده اللي حصل عند الموظفين في سوريا، القضيه السوريه حاليا. موظفين الاتراك بياخدوا 3 4000 ليره في الشهر، 5000 و10000 ليره ويعيش سعيد مدير مؤسسه، انت بتدي 4000 دولار و5000 دولار و10000 دولار. فعملنا فجوه، وده يعتبر في الفقه المجتمعي الانساني جريمه، لان انت جايبه بميزانيه معينه، ميزانيتك قريبه جدا من اوروبا وامريكا، المجتمع مش في داخل سوريا، داخل السوري كان القاضي ياخد له مثلا 1000 ليره ولا 2000 ليره في الشهر، كان السواق عند بعض المؤسسات ياخد له 1000 دولار او 500 دولار الحارس، يعني 6000 ليره. شفت بقى؟ فانت جيتي فسدت مجتمع، فسدنا مجتمع. الذي يريد ان يبني المجتمع لابد ان ينظر كيف يعيش المجتمع الذي يعمل فيه. يعني كانت انا حصلت لي فكره كده من اللي فوق دي، واخد بالك، في اول التسعينات لما زرت بعض مناطق اسيا الوسطى في روسيا، عشان ابعت بعض الناس يشتغلوا هناك، كنت بحسب ثمن البيضه وثمن الايجار وثمن ايجار سكن وثمن الملابس وثمن البنزين، عشان لما طلع شاب صغير متخرج من جامعه زيكم اقول والله انا هديله 200 دولار لان او 300 دولار عشان يبتدي يعيش زي الناس اللي عايشه هناك، مش يعيش في برج عاجي في منطقه اخرى معتزله. في دارفور مثلا شباب قدكم في سنكم كان عندهم كومباوندز، لان المؤسسه الدوليه عامله نفسها كومباوند عشان السكيورتي، عشان الامن. ما يعرفش الالف من كوز الدره، عارفين كوز الدره؟ كوب اسمه كورن مش كده؟ يعني ايه كوز الدره يعني ايه؟ يعني طيب انا بتكلم عربي صح انا ناسي. لا مش حبه الدره، كوز في عندنا يعني الها كوز ندى ايه؟ ايش يعني؟ الكون 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 عملوا كده مش واخد بالك؟ بس فحصل المشكله في ايه؟ انهم استعلوا نفسهم على سلاطين القبائل وشيوخ القبائل، ما كانوش بيستشيريهم خالص. ايه دول؟ حب يخش بعض المخيمات اللي كانت موجوده في الجنينه يعني، دخلهمش ليه؟ لان سلطان القبيله ده او شيخ القبيله ده او كذا وكذا 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 وكذا، كان راجل لابس شبشب بصباع وجلابيه او بلطوم، يعني شكله كده مش مهم. وده كان الفارق، انك تعرفي مين هم الجيت كيبر بتاعت المجتمع، مفاتيح المجتمع مع دول، القبائل، العشائر، العائلات، الاشخاص، الوجهاء. مش هتخش انت المجتمع من غير دول، سواء كان مجتمع محلي عن طريق اللي هو الحكومه نفسها، او مجتمع محلي عن طريق قبائل وعشائر والعادات والتقاليد. فدي الحاجات اللي انت بتطلعيها قدامك نصب اعينك وانت بتشتغلي على مجتمع ديليتد، يعني محيا محوا تاما. خدت بالك؟ فده جزء بس عشان السونامي، عشان ايه كنتوا متوقعينه، هنستفسر في حاجات تانية. اتفضلي. انت عايز اسال كان حاجز قبل ما اتكلم، هيطلع كلكم هتتكلموا، انا مش همشي الا لما تتكلموا كلكم. تمام سؤالي صح؟ خلاص خلص دورك. انا بدي اسال عن الدافع اللي خلاك تفتح مؤسسه او تاسس مؤسسه الاغاثه الاسلاميه، او شو هو المشهد اللي اثر فيك ودفعك لهاي الخطوه، وكيف كانت البدايه، يعني كيف تطورت المؤسسه؟ طيب
انا زي ما قلت امبارح ما اعرفش قلت عندهم عن في جامعه حمد او قلت ان هو الدافع ما كانش تخطيطي، عشان بس نقول لكم ان احنا ما احناش ايه، ما احناش ناس عندنا استراتيجيه وبنقول لك احنا اصلنا قرينا وخططنا الانسان اللي قدامك اقل منك في الذكاء وفي العلم وفي المعرفه وفي الخبره. خلاص، كان في حدث كبير جدا حصل في افريقيا بتاع اريتريا وتجراي سنه 83، لقينا ان بمنتهى الصراحه مفيش اي جمعيه مسلمه انسانيه في اوروبا بتستجيب للايه لطلبات الناس دول كلهم. ولما رحت السودان في ديسمبر او في ديسمبر 83 بعض الناس قالوا ان المسلمين جايين من هنا ومسيحيين جايين هنا وعايزين نساعد الناس كلها، فحصل تغير في الفكر لي انا شخصيا وتبلور لما قعدت مع اهلي وجماعه المبلغ اللي قلت لك عليه جماعته حوالي 1500 جنيه مصري او اي او اقل او اكتر. جيت من بسال الناس يا غسان نعمل ايه، قال لي انا مش فضيلك انا مش صاحب كذا كذا يا فلان. يا في شاب فلسطيني برضك احسان، الدكتور احسان ربنا يديله الصحه والعافيه هو وزوجته ام نور، قال خلاص انا معاك، وكان وجهه نورا وكان قلبه مضيئا وكانت ام نور هي نور تضيء بعلمها وفقهها وبروحها قلوب كل النساء اللي كان بتعلمهم، لانها كانت صغيره السن متخرجه من كليه الشريعه وبتعمل ايه تدرس الدين لليمنيات هناك، فعيله تعتبر عيله ربانيه او عيله من عائلات الصحابه. ولولا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم احسان بروحه وبقلبه وكذا كذا كذا ما كانت النبتة الأولى بتتكلم عن النبت. ما كانش فيه مكتب، كانش فيه ميزانية، كانش فيه رؤية، كانش فيه استراتيجية، كانش فيه أي حاجة من الفناكيش اللي بتتكلموا عنها دي. ساعات الدكاترة بيقولوا كده عشان تنتفخوا كده وتمشوا منفخين، يعني كل النفخة دي كلها ما كانتش عندنا. كان فيه شخصين بيمشوا شايلين الشنط البلاستيك بتاعت الشوبينج دي يلموا تبرعات من الشارع من الجوامع، أنا كنت أحدهم. هكذا بدأنا. قديش كان عمرك؟ كان عمري ساعتها تقريبا 33. يعني اكملت انا ما مولد امتى؟ انت مواليد 71؟ لا 71 لا 99. انا 33 كنت عندي 33 سنه. تمام. والله والله يا ناس شكرا. وكنت لسه متجوز جديد سبع. وزوجتي الله يمسيها بالخير يعني السيدة الصادقة خد بالك اهو متابعة. لا لا دي اما بكلمها تقول لي بقول لك ايه مش عايز اسمعك بقى انا سامعك في البيت حتى بقى كمان في البيت في كل حته لا اسمعي فلان وفلان وفلان خلاص ما انت قاعد معايا هقول لك ايه انا خلاص كفايه يعني اكلمها في محاضره تقول لي خلاص وبعدين بتطلعوا على الناس على واخد بالك. فكانت هي جت في سبتمبر او اكتوبر وانا نزلت السودان في ايه في ديسمبر وبدات اللفه. ولولا بعد فضل الله سبحانه وتعالى لذلك انا بقول لكم يا شباب اللي عايز يشتغل في العمل الانساني يتجوز واحده اسمها يسرية. ايش اسمها؟ يسرية. ليه يا زوجتي؟ طب واذا كان متزوج واحد اسمه يسرية ايه؟ كذا انت بتتكلم انت يعني اتجوز واحد اسمه يسري. هي لو الكاميرا مقفوله كنت احكي لكم حاجه. هو كل انسان له من اسمه نصيب بالضبط، فهو اليسر جاء من اسمه يسرية. يسرية لبيب بالمصري طنط يسرية يعني ام الحسن. نعم. انها سيده عظيمه صابره صابره جدا. دكتور هاني يسافر في السنه عاده لما يكون تعبان يسافر حوالي 400 يوم في السنة. يعني أكثر من السنة. في دوكيومنتري ساعات 500 يوم. في دوكيومنتري على الجزيرة من تقريبا 14 سنة عن دكتور هاني. إيش اسمه؟ الدكتور الطائر صح؟ كان في السودان. نعم. فلانج دكتور. الدكتور احنا كنا بنشتغل مع بعض، أنا كنت أشوف في المناسبات يعني. طبعا هو طبع ناس كتير معاه في المؤسسة كلهم بيسافوا. بس يعني طنط يسرية ربنا يحميها ويحفظها اللي تتحمل انها تربي اسره ما شاء الله اسره ناجحه محافظه. لا ده العدد مش 55 ربنا
أكثر من خمسة. لا هو خمسة شرعيين والباقيين كلهم يعني إيه بالتبني. بس ثلاث بنات وولدين. ثلاث بنات وولدين. أنت فاكرني أنا مش فلسطيني. بس أنا. أنت غلبان أنت مش فلسطيني. الغزاوية الأفريج تسعة. مش كده؟ وبعدين ده في واحد فحص الخليل دكتور كان صاحب من عائلة النتشة. فتخش له الست فقال خلاص بقى نعمل لها يعني عندها تسع عيال ولا عشر عيال. فزوجها يقول له ده لسه فيها بطنين ثلاثة. الخلايلة. الخلايلة يعني زي دكتور طالب بتاعنا. ده لسه فيها بطنين ثلاثة اربط لها ازاي؟ تعالي يا ولية نروح البيت. فده بالنسبة لهي اللي هو اللي بيثبت لك العمل في 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 البيت. فأنت لما تتجوزي واحد اسمه يسري. يسري حياتي. ولما انت تتجوز واحده اسمها يسري. خلاص يا معلم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك بتتجوز اللي بتفهمك او اللي بيفهمك. لو انت صاحبه رساله نعرف الدكتوره جميله ربنا محمود اللي هي في الاي اف ار سي دلوقتي جوزها رائع. هي دكتوره طبيبه وهو دكتور طبيب. اطلق لها العنان عشان تروح الامم المتحده وتروح كذا وتروح كذا وطلعت كل السلالم دي كلها. فده الزوج اللي فاهم ان زوجته ليها رساله في الحياه. وزيك انا ما قلت انا ما انا قلت هنا هو اللي هو الرغبه في اللقاء وديمومه البقاء الحرص على البناء. انا لازق جنبك ليه؟ عشان انت حلوه؟ ولا انت لازق جنبي ليه عشان انا يعني دمي خفيف؟ لا عشان عايزين نبني. عشان عايزين نبني. قد يكون دور المراه في المجتمع في البناء اكثر من الرجل، فالراجل يمهد لها الطريق. يمكن دكتور هاني هن عشان اخش بتعقيبات شويه اكاديميه هنا الكلام اللي بيحكيه دكتور هاني طبعا جميل جدا بس شويه يتعارض مع التيرمينولوجي اللي احنا بنستخدمها في العمل الانساني الحديث. احنا في محاضره حنتكلم عليها على موضوع اللي هو الايشوز والتشينجز اللي احنا بنشوفها في الهيومانيتيريان لاندسكيب. احد الحاجات العقبات والفوائد هي فائده وعقبه اللي هي بروفيشناليزيشن اوف هيومانيتيريان سيكتور. الاحترافية في العمل الإنسان، الاحترافية في العمل الإنساني طبعاً جميلة بس فقدت. أنت سمعت دكتور هاني أسس مؤسسة عملاقة هو ورجل آخر وإمرأة بتعمل حلقات دراسية لناس في المساجد. قفزت المؤسسة في خلال سنوات بسيطة لملايين وخلال سنوات بسيطة لعشرات الملايين وبعدين صارت على مئات الملايين ما شاء الله. وهذا بنغير في البداية أخذت وقتاً طويلاً. حيعذرني الدكتور في هالكلمة إنها لم تكن احترافية. أكيد. كانت. أكيد مش عذرك. أكيد. كانت كلها بإيش؟ هبة مشاعر. وناس متطوعين ما بياخدوش في مرتبات. الفلوس اللي بتطلع بيحرموها. مخهم الفقهي في هيك حالة إنه هذه فلوس جمعت للناس جمعت للناس ما إنا. إحنا حكينا الناس إنها. فهذه نقطة إحنا هنتكلم عليها في محاضرة على موضوع البروفيشناليزيشن. الثانية الآن تسيطر على العمل الإنساني. في اغلب مؤسساته برغم انها كتير كتير بتطبق ايش تحت ضغط العمل يمكن انت بتعرفها كويس اما اللي هي موضوع بسموها اللايف ورك بالانس بوليسي انه في كل المؤسسات لازم انه يكون لللايف تبعتك حق عليك. يعني انت شغلك بخلص الساعه 4 اي دونت وانت تو سي يو افتر 4 اوكلوك ماشي. انا كنت بدي احكي له يعني اذا انت لن يستر يعني يسري او يسري قبل لكن يمكن الاولاد في المستقبل ما يقبلوش الوضع هذا ويمكن يفتقدوا دور الاب. يعني في لازم الا ما يكون في تقصير. يعني هي بدها تبني وتطلع السلم وهو بده يبني ويطلع السلم. لمين يضل التربيه؟ لمين يضل يعني الاولاد مين يضل؟ طيب انا حخلي دكتور هاني يجاوب عليها. بس الان في المؤسسات الدوليه اغلبها ودكتور هاني لما بروح بزور المؤسسات بزعل كثير من اللايف ورك بالانس بالرغم انه هو قيمه اخلاقيه. هذه من حقوق العمال من حقوق الموظفين. انا من ثقافه الايميل والانترنت وغيره اي دونت وانت انه تفولو يو على الايميل اول ذا تايم وانك تو تشيس مي وتخنقني. لا انا بدي اروح بعد اربع بدي اروح. اللي بصير الان مش كثير بيحترموه بس ات از ا بوليسي وات از ان ايثيكال بوليسي وانبنت بناء على طلبات الموظفين بشكل كبير. اللي الدكتور هاني بيتكلم عليه عمل انساني لا يعرف حدود الوقت. يعني بالطبيعي انك تروحي تلاقي دكتور هاني ممكن في زمن ما كنا بنشتغل مع بعض انه نطلع انا ودكتور هاني يعني الساعة 5 صباحا في بريطانيا اللي يبدأ فيها العمل الساعة 9 صباحا. انا طبعا ما خدتش ايام العز مع دكتور هاني بس انا كنت اسمع من اصدقائي انه انا صاحي من 3. ليش صاحي من 3؟ دكتور هاني صحاني يا رجل انا عارف ايش بده.
ايش بده؟ يال طلع في مخه فكره بده يعمل مشروع في افريقيا، حبكت على الساعه 3. قلت له طب ليش بتود؟ بقول يا شيخ ما هو دكتور ثاني لازم اود عيب يعني. بتعرف طبعا مين ده؟ كان دراع اليمين. اكلمه الساعه 3 الصبحيه ولا كذا، اقول له انت صاحي؟ يقول لي ما انا بعمل ايه. ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندكم يعني وان اوف ذا اكزيكتيف دايركتورز في ليون اوتشا في نيويورك. ربك يعني من الناس. لا مش خالد. انت بتكلم انت عم مصعب عثمان ولا مين؟ لا مكي. مكي ميكو. لا ميكو بسم الله ما شاء الله في كونسلتنت مركز مايك سمان دلوقتي بسم الله. نرجع للسؤال بتاعك انت، اسمك ايه حضرتك؟ حنين. شفتي يا اخت حنين، لو انت عامله العقد منك ومن زوجتك ومن ربنا، تاكدي ان ولادك مش هيضيعوا. تاكدي بكل المعايير، بكل المعايير وبكل المقاييس ان انا ما اخدش دكتوراه، بكل المعايير وبكل الترمز اوف ريفرنس مش ممكن اخد دكتوراه. لذلك انك واحد من الشباب كان هنا احد اعضاء مجلس الامناء الله يرحمه كان شاعر. عندكم من هنا انت في حد قطري هنا في وسطكم ولا لا؟ المهم مش مشكله. فكان بيقول لي انت خدت دكتوراه ازاي؟ قلت له الحمد لله خدتها. الدكتوراه كمان في الطب؟ قلت له قال لي احنا ما كناش مصدقين ابدا انك تاخدها. احكي لكم قصه بسيطه في الدكتوراه دي. في يوم من الايام واخدين بالكم عملت بحثنا على الاطفال اللي الام بتحصل لها التهاب في الرحم او عنق الرحم، فبيحصل ده عدوى في الطفل وهو في داخل الرحم، فبيحصل له التهاب رئوي فبيموت. فبيحصل فلابد انت تثبتي ان الاطفال دول نتيجة للالتهاب اللي بيحصل في عنق الرحم وانتقل للطفل، الطفل حصل له التهاب رئوي ومات. قال لي جمع الحالات دي. جمعت حاجة وخمسين حالة خلاص يعني خلاص قسم جثة يعني واخد بالك، وحطيتهم على ترول كده في الخراج موجود في الرئه موجود في في رياكشن في السبلين في اللي هو الطحال وفي الكبد الى اخره، وحاجه جديده ما اتعملتش قبل كده خالص. حطيتهم على ترول كده يوم الجمعه ورحت اصلي الجمعه خلاص. جيت يوم الاثنين ادور على الترول مش لاقيه. يا ان مش عارفه، عرفت ان في مشكله. يا نورما، قالت روح لنورما. قلت له تعرف قال لي ايه؟ قال لي انا رميتهم في المفرمة شغل سنة ايه ونص، رميتهم في المفرمة لان ترول يتحرك كده وعسى ان تكرهوا شيئا واخوانا. خلاص طالما اتحرك كده يبقى ده يترمي في المفرمة. لو كان موجود هنا هو ده في سيستم يبقى ده يفضل عشان ايه. فلما 53 جثة شغل سنة ونص، رحت للمشرف بتاعي قلت له الموضوع، بس كنت رحت بقى محضر نفسي. دخلت على المخزن شفت كام جثه فيه، في مئات كل جثه في كيس، لان كنت انا بتشتغل على الاطفال اللي هم ايه السقط 24 اسبوع 12 اسبوع 15 اسبوع الى اخره. قال لي خلاص هتعمل ايه يعني خلاص هنشنقهم؟ قلت له بس هاخد جثث من ما. قال لي خد زي ما انت عايز. فربنا عودني بال 50 جثه دول ب 350 جثه. هي اصل عمل الانسان لا دي واحده، دي واحده خلي بالك. يوم الجمعة، يوم الجمعة مرة في الز... في ال... في الز... في الفيضان بتاع بنجلاديش في 91. العالم أيمن قاعد عشان في 25 مليون تحت المية، وأنا كنت ساقط. أحب أنا أسقط يعني. أعشق السقوط. أعشق إيه؟ بتحكي ليه؟ وسقط سقوط منيل يعني سقوط ميجر فيلير يعني تكمل بقى يا ما تكملش. وقعدنا نلف بتاع ده، في شباب جمعوا لنا 30,000 جنيه استرليني في الوقت ده من مدينه اسمها برادفورد، وبريتش ايرويز ده ده تذكرتين فيرست كلاس لدكه بنجلاديش. وادور على الشباب المنورين بقى يجوا يروحوا هناك، وانا عشان خلاص في شهر يوليا ولا في يونيا ومفروض اقدم الرساله قبل نوفمبر، مفيش حد يهديكم يرضيكم. قررت انا بفضل الله سبحانه وتعالى يوم الجمعه. مش واضحه مع الشباب مع الاكسنت المصري دكتور. الدكتور عنده معاد واضحه اللي بيحكيه دكتور. الان عنده ديد لاين في نوفمبر، انا بطلع على الفيس اكسبريشن دكتور. ف في كان في ازمه انسانيه وعايز يبعث لها معونات، لموا المعونات. شباب انا عندي شغل عايز اكمل امتحاناتي يعني اطلعوا، حدش طلع. فدكتور هاني قرر الان يوم الجمعه، كل يوم جمعه بركه يوم الجمعه. ففي بركه يوم الجمعه دي كلمتهم انا قبل الصلاه
قلت لهم يا شباب خلاص انا جاي معاكم حجزوا التذاكر درجه اولى بقى وفيرست، وعمري ما ركبت فيرست كلاس قبل كده، كرسي كده تنامي فيه وتتغطي وتصحي تلاقي نفسك بقى في قاره تانية الى اخره. الساعه 6 بالليل او 7 بالليل في المعمل بتاعي في قسم الفيزيكس الفسيولوجي مش فيزيكس، نفس الداتا اللي عندي من 4 سنين او 5 سنين هي نفسها، قلبتها يمين شمال طلعت نظريه جديده في نمو النخاع الشوكي مع الفقرات العنقيه اللي هو العظم والفقرات اللي هي بتاعه القطنيه دي والعجزيه اللي تحت، وطلعت نظريه جديده لم تكن تاتي هذه النظريه الا حينما قدمت اولويه بنجلاديش على اولويه الرساله، لم تكن تاتي. لماذا؟ لان ايه موجوده المعلومه، الداتا موجوده، كان كل شغل مانيوال في الوقت ده ما كانش فيه الحاجات دي كلها. فرحت للبروفيسور او سينيور ليكتشر يوم الاثنين قلت له الموضوع كذا كذا كذا، قال لي اه دي نظريه جديده حطها، حطيتها ومشيت. فشوف هنا اما ترجع لتجاوب السؤال بتاعك، لو انت تعهدتي مع الله سبحانه وتعالى، لو تعهدتي مع الله لن يضيع ولدك ولن يضيع بيتك ولن يضيع زوجك ولن يضيعك، لا انت لا لا ان شاء الله اه. فلذلك العقد يكون مع مين؟ العقد يكون مع مين يا حنين؟ يكون مع ربنا، واخد بالك؟ فان شاء الله ده اللي بيفرق. لما الدكتور محمد قبه قال لي احنا استغربنا ان انت خدت الدكتوراه، خدتها ازاي؟ انت يعني اكيد حصل غلط، وسقطت برضك الحمد لله بس نجحت بعد كده، واخد بالك؟ لان انا بحب السقوط جدا يعني، واخد بالك؟ يعني ما اعرفش انجح من اول مره، يعني عيب انا شخصيا ان انا انجح من اول مره. معايا؟ سترونج to pass from the first time. تفضل. طب اختنا الاول كانت حاجزه من ساعه، وين حضرتك؟ معي سؤالين. الاول حضرتك تكلمت عن يعني قصه حصلت معك في وضع انساني، كارثه انسانيه، هل في يعني يحضرك عن وضع انساني مش يعني لكن مش من الطبيعه، من فعل الانسان زي الحروب صراع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني ما شاء الله أنتم في الماضي كان وضعكم أحسن مننا يعني بكثير، الأوبرتونيتيز والفرص وهكذا أكثر، إحنا في عصر الندرة والصراع على الندرة. ف يعني ما هي مثلا لو قلنا خلاصة تجربتك اللي تعكسها لنا في هذا؟ أنا نجاوب على السؤال الأول ما نسأل السؤال الثاني بعد كده. حاضر. طب في 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 في, في الأمور اللي هي بتحصل نتيجة الكونفليكت أو الصراع كتير جدا، الشيشان ولبنان في 2006 جزاكم الله خير، وبعدين غير كده هو الوضع بتاع افغانستان، الوضع بتاع اليمن، بس الوضع ما كانش فيه كونفليكت في الاول، كان يعني وضع مجتمعي كده. يبقى احنا قلنا الشيشان وقلنا لبنان، ايه تاني؟ البوسنه ذبحتنا من وريد لوريد. لأول مرة المسلمين في العالم يحسوا إن في مسلمين بيض وعينيهم زرقاء وشعرهم أصفر، فذبحت العالم الإسلامي كل المريض لوري. كنا بنعرف كم أخت اغتصبت بطريقة ممنهجة، طريقة منظمة حكومية، كنا بنعرف في الوقت ده إن بيعطى للجنود الصرب حبوب ياخدوها عشان يقوي قدرتهم الجنسية، وكانت البنت تغتصب في اليوم من 5 لـ7 مرات، يعني حتى اللي بيشتغل في الدعاره ما كانش بتعمل، كانش كده 7-8 زباين في اليوم، وكان يحطوها عندهم في المخيم لمده 5-6 اشهر عشان ايه لما تخرج ما تقدرش ايه تسقط الحمل. واضح؟ ده وضع ذبحنا. لكن هل احنا تطرفنا؟ لا. هل احنا اصبحنا ارهابيين؟ لا. هل احنا صبرنا؟ هل احنا عملنا؟ فمع وجود الفارق ما بين المناخ المجتمعي بتاع الحرب على الارهاب في الثمانينات والتسعينات والان، احنا لم نفقد هذه الحيادية والاعصاب في الوقت ده. في بنت 4 سنين اغتصبت، واللي كتب تقرير عنها كان الجارديان، مش هاني البنا او علي او محمود او الى اخره. ظلم غير عادي غير عادي. في قضية الشيشان عندكم
في في روسيا مش ممكن تتخيلي حجم الصواريخ، سواء كان في الحرب الاولى في 95 او في الحرب الثانيه في 99، مش ممكن، لا يمكن تتخيلي ان غرف النوم مضروبه بصواريخ، صاروخ يعني موجه من الطائرات، مش بال مش بال مش بال مش بالبنادق، صواريخ صواريخ على بيوت اهلها بالسكان، مش ممكن تتخيلي ابدا ابدا. مش ممكن تتخيلوا احنا واقفين في جروزني في يونيو 95 ان المربع 2 متر في 2 متر عدينا فيه عدد الطلقات الفارغه مش اقل من 200 طلقه بس في الحته دي، وده كان في 95 مش في 99. لما بنتكلم عن جروزني في 99 قالوا احنا دي مدينه سنمحيها عن بكره ابيها، خلاص كتب كده. ده كان وقت اللي هناك ده، مين يعرف جروزني؟ مين يعرف الشيشان؟ مين يقدر يوصل لها هناك بامكانياتك البسيطه الضعيفه اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا. فكان التحدي في هذا الوقت كان تحدي اخر، بالرغم من هو الحرب على الارهاب كانت اقل من دلوقتي. لكن شفت يا اخت الهام، الروح كانت قويه بتاع عمال الاغاثه، ده اللي انا عايزكم تخلوا بالكم منها، كانت قويه جدا. كان عمال الاغاثه ممكن يضحوا بحياتهم وبوقتهم وبجهدهم من اجل ان يصلوا الى هذا المكان مهما كلفتهم، واغلبهم لم يقتلوا ولم يصابوا. احنا عايزين بقى الروح دي ترجع لك يا الهام، ترجع لك يا حنين، ترجع لك يا انمار، مش كده انمار برضك، ترجع لك يا لينا، ربنا ترجع لك كلكم، لان هي دي الروح، هي المفعل للعمل الاغاثي اللي انت عايزه تبنيه على حرفيه. الحرفيه مش مجموعه من المحاضرات ولا مجموعه من الاوراق، الحرفيه اداء مهني مبني على حبك وعطائك من اجل انقاذ البشريه، ده حرفيه. لذلك هتحافظي على المال، لذلك هتحافظي على المراه. لا يدخل منكم رجل، انا بقول لك اهو كلكم وقلتها قبل كده، على امراه ارمله واحده وان كانت مع بناتها ابدا، لان انا عيني بتلف بتلف في الغرفه، انا معايا شيطان معايا، فلابد ان انا اكسر شيطاني من اخش مع اخت، او انا ما اخشش الاخت اللي تخش، عشان حكايه بقى اللي هي سيف جاردنج اللي بنتكلم عنها دي كلها ما نعملهاش، ان حصل بلاوي زرقاء في البوسنه، والى الان بتحصل بلاوي 60 زرقاء في القضيه السوريه. احد هاي ما بيكونش عليك خطر؟ ها؟ في المناطق اللي زي البوسنه وصربيا يعني بيكونش في خطر على الموظفين الاغاثه نفسهم؟ الخطر موجود في كل حته. موجود في كل حته، حتى في الاماكن اللي ما فيهاش حرب. الخطر موجود. احنا واحنا داخلين لبنان في 2006 صليت على النبي عليه السلام، كان في كده واحنا داخلين على صيدا، كنا راكبين عربيه 8 راكب، فكان المشهور عند الاسرائيليين ان اي عربيه 8 راكب والزجاج بتاعها مش واضح يبقى دي عربيه حزب الله. فاحنا عملنا كده ديسكشن يعني، مش يعني واحنا داخلين عشان الناس ايه تعدي الخوف ده، ايه لو ايه احنا عايزين نخوف الخوف، عايزين نخوف الخوف، يعني انا رايح الخوف، انت اسمك خوف وانا عايزك اخوفك سيريسلي والله. فضلنا في الحوار ده لغايه ما لقينا نفسنا داخل مدينه صيدا عشان تنزع الحته اللي انت بتتكلم عنها دي، خلاص. بعدها بيومين ثلاثه حبينا نروح سور، وكان معانا الصليب الاحمر الدولي، والاخر الصليب الاحمر قال لا مش هقدر اروح معاكم، روحوا لوحدكم. لقيت اللي راكب في العربيه هيروح مين؟ شاب فرنسي مش مسلم، وانا رئيس المؤسسه. الشباب بقى بيكلموا في التليفون، مفيش داعي تخش سور، مفيش داعي تخش سور. قلت لهم يعني انا اقعد بره وانا مسمي نفسي ان انا مسلم وجهبذ ولحيتي قد كده، واللي يخش جوه شاب متحمس مسيحي فرنسي وانا اقعد بره ليه؟ هنا بقى حته الخطر. دخلنا سور، دخلنا سور ولا لا؟ دخلناها من جهلي انا، انا كنت جاهل، مش انا بقول لك انا بحب اسقط، ما لقيتش حد خالص موجود في المدينه
والدنيا مقفله. قلت يا ربي هو النهارده الجمعه ولا ايه؟ شفت الجهل، نسيت ان اهل سور سابوا سور وطلعوا نزحوا على لبنان على بيروت، ومن بيروت على سوريا، ومن سوريا على كل. فالاخ بيقول لي يا دكتور الناس شردوا ايه ام ار، عرفت الكلمه ده اللي ترمينولوجي. المهم قعدنا في سور، طيارات كان بتضرب، طيارات كان بتضرب كل حته. عشان ربنا يديك المكافاه دي بقى، واحنا خارجين كده احنا بنحب نمثل برضك يعني، ها انا شفت كده عربيه الجزيره ماشيه وعملت نفسي مش شايفها، بس كنت لابس الايه التيشيرت اللي عليه الشعار، فخرجت كده وعملت يعني بتمطع عشان انا عاملهم كده بصوا وعمل كده عشان يشوف الشعار. فالراجل المذيع قال لا 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 تعال نشوف الناس دول. فرجع تعرف ان ايه انتوا من كذا كذا المؤسسه. قلت لهم اه انتوا مين انتوا؟ انا مش يعني مش عارف، انا احنا الجزيره. قلت لهم عايزين ايه؟ عايزين نصور معاكم. شفت ربنا اداك المكافاه فين؟ الرساله من جوه غير الرساله من بيروت. رحنا على بيت من البيوت الناس بتستخبى فيه، والله الذي لا اله الا هو اقول لكم عشان دي حته اسمها توفيق، ترجع لك الخطوره وترجع لك كذا وترجع لك كذا وترجع لك كذا. دخلنا هناك فكان في ثلاث اربع عائلات عايشين مع بعض، فالراجل قال لي ايه هيكون مسجل مش على الهواء. قلت له يا عم اي حاجه. واحنا هناك وشافوا المنظر من هنا من الدوحه، لقوا المنظر، ومنظر يعني ايه منظر كلاسيكال على زي ما تقولوا يعني مخبأ والاطفال ونساء وكذا وكذا، واحنا في وسطهم. فزعوه على الهواء دون ان ندري، والله تسع دقائق او ثمان دقائق في الاخبار، وكأن انا مراسل صحفي للجزيره تكا تكا. وشوف خلي بالك ولا لساني ده تلجلك ايه اسمها ايه تلجلك ولا تلكلك ولا تلك لا لا تلك انت اعجميه وهتعلميه دي بص بص. لم يتلكأ ولا يتلعثم لساني عمري في حياتي وانا اقولها كده. مين اللي حط الكلام على لسانك؟ مين اللي دخلك جوه وقال لك خش وما تخافش؟ لما خشيت وما خفتش ربنا مش هيخرجك ببلاش، لا تعالى تعالى يا لينا انت عايز اطلعك في التلفزيون وخلصنا نشوف، مش يشوفك انت شخصيا، يشوفوا الحدث بتاع العائلتين او ثلاث عائلات كانوا معانا. فهنا صح في خطر، لكن هنا في رساله وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فانت مين فين في هذا الامر؟ ارجع بس عشان اقفل الموضوع بتاع الموضوع اللي بتتكلم عنه ده، انا ما عنديش مشكله انك تاخد اجازه، ما عنديش مشكله انك تروح تصيفي وتقعدي موعدك، لكن في وقت من الاوقات لابد تكون انت زي ضابط زي عسكري الجيش زي ضابط المطافي. طب انت في ضابط المطافي ده او عسكري المطافي ده مالكم؟ العماره بتتحرق بس انا اصل رايح بقى ايه يعني ازور خالتي. طب خالتي مش موجوده، طب هروح بنت خالتي. الناس بتموت زي بتاع البوليس اللي رايح يدافع عن الايه الناس ضد المجرمين. مش في ضباط بوليس وعساكر بوليس بيتقتلوا من المجرمين بتوع الحشيش وبتوع كذا وكذا 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 وكذا؟ صح ولا غلط؟ انت زيه تنظر. المفروض يا اخ وديع يا اخ وديع تنظر العمل الانساني خاصه في وقت الاغاثه كانه بالظبط زي المطافي والبوليس والضباط اللي هو او العساكر بتوع الجيش اللي بيدافعوا عن الوطن، ولا تقل عنهم على الاطلاق. ده لو كنت انت عايز ترجع روح العمل للعمل وتخلي الحرفيه اللي بنتكلم عنها دي هي حرفيه مهنيه لها روح وقيم مجتمعيه. السؤال الثاني انت حضرتك نسيتيه؟ لا تعليقا على الكلام. لا ما انت هتعلقي بقى وتاخدي الفرصه والشباب دول كلهم تعليقا اتفضلي. طيب التعليق فقط عشان انت يمنيه والحكمه يمنيه والايمان يماني. يعني هي بريفليج بريفليج طيب بريفليج هي بريفليج كلمة الانجليزي كمان يا لهوي انجليزي يا مرسي لا الحمك سعيد صالح. طيب الفكره انه انا اشتغلت في العمل الانساني انا اشتغلت في العمل الانساني فحب اتعلم اكثر من حضرتك انه احيانا الروح هذا بتنصدم بتموت بيحصل عليها عبء
كثير من اللي بيحصل في الميدان، انه خارج انا بقيم، انه خارج انا بقيم بروح بعطاء، وفي النهايه نصدم بالواقع اللي حاصل، كيف الناس بتعمل بالناس، فكيف حافظت على نفس كيف تحافظ يعني تحافظ عليها، وفي نفس الوقت يعني موضوع الاجازات والاشياء هذا بيدخلوا كثير من العاملين في العمل الانساني لترومز ويعني صدمات، فما ادري ايش هال حديك اللي حصل لي. الروح دي لن تنطفئ وانت في وسط الناس. يعني انا كلما اختلطت، انا رحت صعدة كان في المخيمات هناك، كان في مخيم فيه 24,000 او 25,000 نازح في ايام 2006 و2007، واخد بالك ليه؟ لان انت بتقارني نفسك وحالتك بحالة الناس اللي هو انت بتقولي انا البطل بتاعهم. فاذا كان ودي حاجة مهمة جدا يا شباب، كيف اعطي نفسي حق البطولة لناس انا لا استطيع ان اتحمل مدى صبرهم على البلاء؟ البطل بيجي ينقذك انت، اكثر صبرا منك واكثر حلما منك واكثر بعدا في رؤيته منك واكثر تضحية منك. فازاي انا بسمي ان انا بطل وانا مش قادر اتحمل ما يتحملون؟ تحطي نفسك في المربع ده، ماخد بالك؟ حطي نفسك في المربع. انا اللي حصل لي الدبريشن والحاجات دي كلها، انا كنت لسه بقولها مش عارف من فين في جلسة خاصة او عامة، انا اتحبست، السجنت يعني، دخلت سجن SHN، خلاص؟ شفت اللغة الانجليزية الجديدة؟ هعلمك حاجات هنسيكي نفسك. الراجل شاف اسمي على الكمبيوتر في بلد من في كندا، فقال لا، قلت له مش انا، قال لي لا انا مالي انا ليه قدام اللي قدام. المهم قرر ان هو ايه يحطني في السجن وينيمني ليلة عشان هو الوردية بتاعته خلصت، الكول بتاعه خلص، وحيجي تاني يوم. حطوا في ايدي الحديد وحطوني ودخلت سجن فيها، وقلعوني وكشفوا عليا كشف من قدام ومن ورا، يعني اكون مخبي حاجة، انا بكلم الجد، ولبسوني البيجامة الحمراء ودخلت السجن وقعدت. خلاص خرجت من حتة الدبريشن دي، ومن حقك ومش حقك ايه. رحت للدكتور بتاعي يوم الاثنين بعد ما رجعت من كندا لبريطانيا، قال لي خلاص نعمل قضيه. قلت له خلاص. قال لي ما تسافرش، كان عندنا رحله بقى ميدانيه رايحين فيها ليبيا ورايحين فيها تشاد والنيجر ومالي، كان معايا 17 شاب زي الورد زي كده. والله يوم ما قلت الساعة اللي أنا قلت فيها مش هسافر، رقبتي قفشت، راسي بقى فيها صداع، عينيا بقى بتلف، حصل لي كل الحاجات الكيماوية اللي بتطلع دي طلعت. كل مين اللي بقى كل أهلي ما صدقوش إن أنا مش هسافر، كانوا بيضحكوا عليا، ما هو بابا مش هسافر وعنده 16 واحد مسافرين معاه. المهم جبت السواق للبيت عشان بس نعالج النقطه دي، وقلت له خد الامانه اللي معايا دي كده، والصبحيه لما كلمتك الساعه 5 خد العربيه، خد فلان فلان، خد التيم ده وانزلوا على لندن. خلاص عملت استخاره ونمت. صحيت ثاني يوم منشرح الصدر ان انا اسافر. سافرت وانا مسافر كان متعد SFRT التي كان متوسط العمل مع الشباب دول من 15 ل 19 ساعة كل يوم. رجعت وكأن شيئا لم يكن. لو دخلت نفسك في الديبريشن هتبقى ديبريست، لو خرجت نفسك منه بانك شغلت نفسك بالمجتمع هيروح منك كل الكيميكال اللي بتطلع في الديبريشن دي كلها. خلاص ده بالنسبة للسؤال بتاعك. ده حصل لي تجربة شخصية، وكلما انحنيت من اجل المجتمع كلما رفع الله بالمجتمع قدرك. تفضل دكتور. بالنسبه لوصول منظمه الاغاثه الاسلاميه لبعض الاماكن، خاصه الاماكن اللي بتكون بتواجه حظر امني او ممنوع الوصول لها بشكل كامل، هل في وقت من الاوقات تعرضتوا لحاله من هاي الحالات؟
انت كشخص تعرضت لهي الحاله، كيف تعاملت مع هذه الحاله، وهل تعرضت احيانا للابتزاز او لطلب مثلا من المنطق عشان انت تدخل؟ وحكينا شو انت عملت في الحالات هاي. سنة 99 لما كنا داخلين لجروزني كان الجيش الروسي داخل واحنا خارجين منطقة، يعني حتى لما دخلنا مدينة جروزني ساعتها قابلنا بعض الوزراء اللي هم كانوا يعني موجودين وكذا، قالوا انت ايه اللي جايبكم هنا؟ قلتوا ما يعني مجانين، احنا في حرب ونحن جايين مثلا نعمل اسسمنت. شفتها شكل ما. كان في صواريخ نازلة، الحفرة بتاعت الصاروخ يمكن 10 متر الديامتر بتاعها، تخيلي بقى في مدينة هي قد كده، الأطفال مبتورين ايديهم ورجليهم مبتورة زي اللي انت بتشوفه دلوقتي، الأطفال مبتورين، المستشفيات ما فيهاش مية، تقدرش تمشي في الشارع أكتر من نص ساعة أو ساعة، لكن لازم نخش عشان نرفع الحالة الواقعية الحاجة الواقعية الإنسانية وليست السياسية والعسكرية. عدنا يمين جوه في المنطقة دي وخرجنا، وإحنا خارجين كانت الدبابات الروسية والآليات الروسية داخلة، حرب حرب يعني، حرب حرب مش مستاهلة. وإحنا خارجين عملنا نيدز أسيسمنت بقى في المنطقة كلها، اللي هي سبوتنيك، عارفين سبوتنيك؟ سبوتنيك كامبس، الناس اللي كانوا عايشين في القطارات ها وكذا، وحالة يعني مثلا أسرة كاملة عايشة في كيوبيكال، يعني في القطر كده اللي هي بيسموها ايه يعني؟ لا القطر، القطر القطار نفسه مقصور، المقصورة بتاع المقصورة اللي في جزء منهم نايم على الارض، جزء منهم نايم على الكنبة، وجزء منهم نايم فوق اللي هم الاطفال. فده كان حالة الناس في اماكن درجة الحرارة فيها بتبقى ناقص 20 ماينس 20 اند ماينس 30. حتى في الشتاء انا ضربني صاروخ هواء خلان دراعي ده خارج من هناك، يعني ما بقدرش احرجه، نار التهاب جالي يعني. خرجنا احد العسكر شافنا واحنا خارجين من اسيتيا، شمال اسيتيا، قالوا انتوا ايه، انتوا شكلكم كده الله اكبر، تبركنوا على جنب، انت الله اكبر تبركني على جنب، يا ابني احنا مش الله اكبر، لا انت الله اكبر، يا والله ما انا الله اكبر، قال لا انت الله اكبر. دخلونا في سكن عسكرية عشان انت الله اكبر، مبالك اتنين اسمهم محمد واحد اسمه هاني، وكلنا كان عندنا لحية شيك يعني، انا مش عندي لحية، انا كده يعني فاسق. فدخلنا قعدنا حوالي 11 ساعة عشان يجيبوا مترجمين يترجمونا من اللغة الانجليزية للغة الروسية. فالتوفيق من عند ربنا جه ازاي بقى؟ ان المترجم اللي جاي مش عارف حتى يترجم مباشرة، جاي معاه قاموس، وانا بقى يعني شوف التوفيق قلت لكم 100 مره من عندي من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما بعد الانتظار ده كله حسيت بكده قلت لهم، دخلت بقى احنا كذا واحنا 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 جايين نساعدكم وانتم. فانا خدت الايه يعني، احنا خدنا ايه مبادره الهجوم قبل الدفاع، بس انتوا دخلتوا من غير تاشيره، التاشيره بتاعتك لموسكو، وانتوا جيتوا هنا في نظران، وجيتوا هنا في اسيتيا، وجيتوا هنا في نالشك اسوريا في جروزني. قلت له انا مالي انا يعني، وكل لما ازداد صوتك وانت عندك وقفه مع الحق ربنا بيكرمك. خرجونا انا بس ادونا 200 دولار غرامه عليكم، 200 دولار عشان تقسم على اربعه، تقسم على اربعه، قلنا لهم خلاص 200 دولار اهي عشان نخرج بالتقرير نوصله للعالم الخارجي. العسكري بقى اللي موصلنا من اللي من حدود اسيتيا لحدود كبردين بلقاريا، فبيقول لمحمد في العربيه، انا معيش، انا اقول له محمد مش معيش، معيشه ماشي. فنزلنا، فالابتزاز ده موجود في كل حته وعشناه، لكن انت ساعات بتبص هل الابتزاز ده بتفقد من خلاله قيمة المؤسسة، هل بتاخد دور حد تاني، هل بيتحول الى رشوة؟ لو كان ما بيتحولش الى رشوة وبيتحول الى وسيلة لإيصال مساعدات فتسأل فيها شيخ. اما كلمك منتهى الصراحة،
احنا كنا قاعدين مع مره واحد اسمه الشيخ يوسف فيصل المولوي في التسعينيات. المصاريف الاداريه ما لهاش سقف، مش 5% و7% و10%، في مناطق ممكن تدفع فيها 50% عشان توصل 50%. اديك مثل حي يا اخ وديع. وديع الصافي، يا سلام. داري داري يا داري، مش كده داري؟ ها طب يلا، ها غيروا اسمه. ده في جنوب السودان، ولسه قايلها من امبارح من يومين، يعني كان منزل مطره وكان في حرب بين الشمال والجنوب، وكان ممنوع نقل المواد الغذائيه من الشمال عن طريق الخرطوم للجنوب، عشان لو الشمال نقل للجنوب هيبقى في تواصل. قالوا لا، عشان تعرف القلق السياسي مش عندك بره. كان بيجي الشتاء وتمطر المطره، ما كانش في طرق خالص، كانت الامم المتحده اضطرت تعمل ايه؟ تعمل الاسقاط الجوي والاير دروب. كان بتوصل التكلفه فيه ل 50 و60 و70%، عشان توصل ل 30% اكياس قد يكون نصها او ربعها او ثلثها يعني متهتك. فشفت انا الفقه لازم، فالفقيه اللي انت عايز يساله لابد يعرف الناس عايشه ازاي. ما يقعدش كده في اوضه مغلقه ويقول لك والله اصل احنا مش هنصرف وانا مليم وكذا. لا، اقول له تعالى يا حبيبي، المراه اللي بتبيع نفسها دلوقتي عشان تاكل اولادها هي بتبيعوا ليه؟ ايه سبب المشكله؟ ازاي انا احافظ على عليها؟ ازاي احافظ على في 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 بعض مش هذكر اسماء البلاد، في بعض الامهات بتقول لاولادهم اخرجوا اعملوا كذا عشان ناكل. حاليا، مش من زمان، حاليا في بعض النساء بتجوز بناتها في سن 16 سنة في المخيمات، 17 سنة، ويطلقوا بعد 6 أشهر، وجواز مش رسمي، جواز على ورقة حاليا، واللي بيجوزوهم لحاهم قد كده. معايا يا ابني انت؟ عارف القصص دي؟ انا اعمل ايه؟ لازم الشيخ اللي قاعد ده يخرج من الخن اللي هو قاعد فيه ويقول كذا وكذا وكذا وكذا. نحن نقعد نتنايل على عنا ونقعد نفتي فتاوي. انا سخنت. انا ما انت سخنتني يا وديع. طب اتفضلوا. خد يا بنتي. انا اديتك الثلاث كلمات دول تسيبني وتمشي؟ انا لازقتك في البيت مع ابوك وامك. دكتور، قيم العمل الإنساني اللي عم تحكي فيها كتير كبيرة، قيم الدين أكبر ولا تتعارض، أنا مع. وهي الروح اللي عم تحكي فيها هي النيتراليتي والإندبندنس وهي القصص كلها منعرفها ونحن معاها. ولكن اليوم منظمات العمل الإنساني هي ما رح أقول أقل، ولكن هي الآن غير مسموعة، كما هي منظمات السيكولر الانترناشنال هيومانيتيريان أورغنايزيشنز. كما المؤسسات الدينية، نعم، بالمقارنة المؤسسات الدينية هي عالميا معروفة أقل من مؤسسات الانترناشنال أورغنايزيشنز. شو هي الأخطاء أو البيتفولز خلينا نحكي اللي أنتوا عملتوها لحتى صار هالفجوة؟ طيب، بين الفجوة دي صنعت. أنا ضد، شفت حاول لك حضرتك حاجة يا أخت آلاء. الفجوة دي صنعها ناس بتقسيم المجتمع الإنساني إلى جزئين، جزء بسموه faith based وجزء بسموه non faith based. أنا ضدها، ضدها من أكثر من 10 سنين أو 15 سنة. أنا بقول لك، وأنا رافض إن مؤسسة تخش تقول أنا faith based. لا، أنا value based، أنا مش faith based. ليه بتحطيني فيث بيزد؟ عشان الكيكة بتاعت الفيث بيزد قد كده، والكيكة بتاعت الفاليو بيزد قد كده، سوري، اللي هو سيكولر. خليهم دول لوحدهم، نديهم فتات. انت اللي دخلتي نفسك خطأ، انت اللي دخلت نفسك خطأ. لو احنا تكتلنا وقلنا احنا كلنا فاليو بيزد، ايه اللي هي يعني مؤسسات قائمة على القيم الإنسانية اللي بتستمد اما من المجتمع او بتستمد من الدين او بتستمد من الاعراف، ايه المشكله فيها؟ الغلط ان انت تبعتي كلما دخلوا جحر دب دخلتي وراه.
شبر بشبر وزراعا بزراعا، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان انت مش قادره تكوني لنفسك كتله فكريه تستطيع انك تناقش يعني ايه فيث بيزد، يعني ايه سيكولر. ده احد الاخطاء بتاعه المؤسسات الدينيه اللي بتقول ان احنا فيث بيزد كلها، ودي احد الاخطاء القاتله، لان اصبح في معسكرين. خدت بالك؟ لو انت جيت شفت القيم بتاع الاثنين هتلاقيها قريبه جدا من بعضها، ان لم يكن هي كاربون كوبي. طب ليه انت حاطنا هنا؟ حاطنا هنا ليه؟ عشان اسمي كريستيان، ولا اسمي جويش، ولا عشان اسمي مسلم، ولا كذا، ده كله كذا. وتلاقي مثلا الحكومات تقعد مع الفيث بيزد لوحدها وتقعد مع التانيين لوحدهم. انت اللي غلطان وانا اللي غلطان، احنا كتلناش وقلنا لا. وهنا اذا اردت ان تغير السياسه، مؤسسه سياسه دوله، سياسه مؤسسه امميه، لابد يطلع لك كتله من المؤسسات تضع ضغط. انا اديك القضيه السوريه في 2016 ساعة مؤتمر القمة الإنسانية، عملوا بحث أول مرة اتحدوا مع بعض، يقولوا أنتوا 80% بتصرفوه داخل دمشق و20% في برا دمشق. مرة واحدة اتحدوا، مرة واحدة. لو استمر الأمر ده باستمرار بحيث نتنازل عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية، لاستطعنا أننا نوقف نزيف المال الذي يصرف خطأ أو مسيسا من بعض الدول على بعض المجتمعات. لكن احنا بنتسابق من اجل الحصول على المال، الفاندنج، وار فاند دريفن نوت نيدز دريفن نوت كوميونيتي دريفن. نحن نسعى من اجل الحصول على المال، لا نسعى من اجل تحقيق ابعاد العمل الانساني داخل المجتمعات اللي هيجيب لنا المال بعد كده. يعني ارجع لي مثلا في الحته بتاعه الشيشان، كانت ميزانيتنا واحنا داخلين 10,000 دولار، فاكر 10,000 دولار من غير اي حاجه خلاص. لما العملية لقيتها من الأيام بتضاملهم خالص، دفعناها 100,000 دولار بعد صراع مع مدير المالي. لما خاطرنا ودخلنا وقعدنا وكنا حصلنا اللي حصلنا كله وجينا عملنا نيدز أسيسمنت، رفعناها 1,000,000 دولار. طبعا كان المكتب في بريطانيا كان بيصوت هجيب لكم 1,000,000 دولار منين، حتى الكباسيتي بتاعت المدير الميداني 1,000,000 دولار. ده انا كل ميزانيتي كل سنة 30,000-40,000 دولار، حبة أضاحي وحبة ايه خرفان ومعيز كده وحبة رمضان بس. انت طلعني من 40,000-50,000 دولار لمليون دولار، والله الذي لا اله الا هو وانا صادق في هذا الامر، لا مش حول انا صادق عشان دي يعني، والله الذي لا اله هو هذا ما حدث. صرفنا قبل ابريل سنه 2000 ما لا يقل عن 3 مليون دولار، صرفنا مش جمعنا. ليه؟ لان كان في مصداقيه، كان في مخاطره، كان في بحث عملناه، هنشتري كم عربية، هنشتري كم خيمة، أنواع الخيام شكلها إيه، أنواع العربيات شكلها إيه، هنشتري عندنا كم مخزن، كم كذا كم كذا. فلما تقدم الموضوع ده للمؤسسات دفعت الأموال، وكان لسه الأمم المتحدة لم تعمل نيز أساس بتاعتها في الداخل، وكذلك الآي سي آر سي لم تعمل نيز أساس بتاعتها. كنا بنتكلم عن نوفمبر 1999، واخد بالك؟ فأصبحت المؤسسات الأممية الكبيرة جدا لما أجرنا المخازن الكبيرة جدا يدعوا كل المواد العينية بتاعتهم داخل المخازن بتاعتهم. الوقت بالنسبة لكم تفضل. كم الساعة دكتور؟ مش يا دكتور. دكتور سؤال. لا خدنا بس عشان طيب. عشان التلفزيون. طيب خلاص. طيب خلاص يلا عشان الوقت. فاحنا عايزين اسئله. مين مسالش؟ مسالش هو في كمان هذا مسالش لاي مسالش كان في مره بالعرض. يلا خلاص تفضل دكتور. بس هلا اللي تفضلت فيه هو اللي بياخذني على السؤال. طالما الكل بيشتغل تحت الفاليو بيزد والكل ما بفرق، فليش اليوم اسمه اسلاميك ريليف؟ شو 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 يعني شو الهدف؟ يعني ما فينا نكون يعني خلينا يعني حضرتك بتقول دخلونا بمتاهة تبع الفيث والأم فيس بيزد وكل هذا الحكي. طيب أنا اليوم مجرد ما سميت إسلاميك ريليف، طيب كان فينا تكون هاني فاونديشن. المشكلة وين يعني ليش اسمه إسلاميك
وين الادد فاليو بتسميتها فيث اذا انا الدونيشن تبعي ما بيحكموا شيء اسلامي انه انا ما بستلم من الدونر غير اذا انا ما اخذت نسبه ما بعرف شو كل في كتير تفاصيل ما بعرف اذا هي موجوده او لا اذا هي بعد عنا شيء الاسلامي طيب معناها ليش انا حكمت حالي بالاسم وصرت اتصنف بطريقه معينه وصرت انا ماينوريتي بالهيومانيتيريان كوميونيتي اكترز ارجع تاني اقول لك طب انا ندى عايزه تضيف دكتور عايز تضيف حاجه طيب انا سميت نفسي حستوكه سميت نفسي محمد سميت نفسي جورج سميت نفسي جون انا بتعامل مع كل الناس بالمتعاير الانسانيه المتفق عليها سواء من ثقافه حستوكه او ثقافه اي حاجه تانية انا حستوكه كحستوكه حطيت معاييري ما تختلفش ابدا عن معايير التانية لكن انا سعيد جدا بحستوكه بتزعل عندي امبارح هو لما مش مختلف معاك ما لسه هجيلك ما انا هجيلك صبرا ندى ما حكيتش خالص يا دكتور طيب ما خلاص ما انا خلاص انا هخش من حستوكة لمحمد لجون لجورج لجوزيف لكل الحاجات دي كلها ده بالنسبه لي انا جزء من هويتي انت لما تيجي تحاسبني تحاسبني على عملي ما تحاسبنيش على اسمي لان النقاش ده حصل يا بنتي في 95 كان المؤسسه منقسمه جزئين جزء بيقول عايزين نغير اسم المؤسسه وجزء بيقول لهم لا لابد ان يتعامل الناس باحترام على احترافيه من هم يدعون انهم مؤسسه ليها قيم انسانيه اسلاميه ويتعاملوا مع هذا الميلاد الجديد ده كان الثقافه بتاعتنا من 25 سنه واستطاعت هذه المؤسسات بنجاح أنها تبني الثقة في مهنية أو في حرفية مهنياتها بالرغم عن اسمها اللي هو كذا أو كذا أو كذا سواء كان هم جيوش ريليف أو كان إسلاميك ريليف ولا كان أكشوال كريستيان إيد فده جزء من شخصيتك فبالتالي أنا بقى أجي أخش الأداء بتاعك خلاص الأداء بتاعي هل الأداء بتاعي من خلال قيم الإنسانية والإسلامية اللي بتكلم عنها يعني دلوقتي في كتير جدا من المعايير اللي بيحطوها دلوقتي جديدة بتحصل خاصة في السيف جاردينج العلاقة بين النساء والرجال في المخيمات دي ده جزء من الإسلام عدم الاختلاط عدم وجود الشخص مع المرأة والطفل لوحدهم بس ما كانت إسلامك ريليف السباقة اللي تعمل سيف جاردينج إيه؟ لم تكن إسلامك ريليف السباقة اللي تعمل سيف جاردينج إيه؟ لم تكن الإغاثة الإسلامية هي من بادى وقد لا لا هو احنا ما بدلناش ليه اقول لك ليه لا صلى على النبي انا سؤالها جميل جدا احنا ما بدلناش لان ما حصلش خطأ من عندنا احنا ما بدلناش لان كان في سياسة وما زالت السياسة دلوقتي ما يخشش راجل المدير مع السكرتيرية بتاعته ومقفول عليهم الباب ده من 30 سنة ما تقفلش الباب عليهم اسمعني ما انا بقول لك ليه ما بدل مش كانش لما حصل الخطا الكبير وتحول يا رب من بس يعني تحرش الى اداره شبكه دعاره من احد الموظفين اصبحت قضيه قاتله فالكل لما بيجي يحققها دلوقتي بيلاقي ان انت ما حصلتش ده عندك ده تعرف ان مراجعه الموضوع ده بايه ده التشاريتي كوميشن بيقول لك هات لي تاريخك من خلال 10 سنه و 15 سنه اللي فاتت لو حصل الموضوع ده يعني وزاره الانجوز في بريطانيا فبيقول لك هذا ده من زمان فده لما تيجي عندنا احنا هتلاقي كمسلمين الحته دي بالذات اقل الناس موجوده عندهم واخد بالك لان في معايير انت اسستيها في داخل المعيار الانساني اتفضلي ندى انا لازم ندى لسه مقتنعه بالجواب مش مكمل هذا ليس جواب انتم تتحدثون عن فجوه بين يعني السيكولر اورجانيزيشن religious organization, faith-based organization, ولكن أنتم صنعوا الفجوة. لم تسمى Oxfam هي يعني Christian. مش Christian. It is faith-based. It is. Yeah. No. كملي. مثلاً بس الاسم مش هو يعني Christian Oxfam أو Buddhist Oxfam. It's Oxfam. ولكن يعني عندما تسمي يعني organization يعني ديانة فهي ديانة فهو ليس اسم فهو ليس جان وليس محمد فهو ديانة والديانة لها يعني ثقل كبير وقيمة كبيرة
وبالتالي فنحن لا نتحدث فقط عن الإسلامك ريليف، جويش ريليف كذلك، والكريشاني ريليف كذلك. وبالتالي فيعني الريبوتيشن لهذه الأورجانيزيشنز دائما تكون مختلفة عن عن السيكولر. طيب طلع عن طبعا. ما هي نقطة اعتراضك ندى؟ يعني هم صناع الفجر وبالتالي هم الذي يجب عليهم أن تعرف أن أنا بحبك قوي عشان أنت بتتربي كده. يعني لا لا أفهم لا 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 أن تسمى إسلامي. طيب خلاص لماذا؟ خلاص لا إذا على إسلام هاني هاني بليف أو هاني طيب طيب أو هاني والكو فاوندر يعني اسمين كان أحسن. نفس الأهداف، نفس القيم الإنسانية الإسلامية التي يعني تدافع عنها. طيب. ولكن هي الآن يمكن أقدم بس بعض فضل بس عشان برضو أخذ الموضوع للناحية الأكاديمية. واضح ندى أنت لا تتفقي كثيرا مع الفيث بيز بشكل عام، يعني لا تجد أنه فيها إضافة. أنا في الاسم لماذا تسمي الاسم يعكس الفيث، ولكن عندما يعكس ويتعارض مع بعضه انا اقدم الاسلاميه. طيب طيب واحد 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 الثلاث ديانات اربع ديانات وخمس ديانات في دلوقتي سيخ وفي بودست اللي احنا يعني الديانات اللي كبيره مش عايز اسميها الديانات الابراهيميه لان الديانات الابراهيميه مصطلح يسيء إلى الإسلام ويسيء المسيحية واليهودية، منها ديانات من إنتاج سلالة سيدنا إبراهيم. ارتباط الفيث بيست أورجانيزيشن هو مرتبط بتنسوش كمان إنه عندها الكوميونيتي اللي سبورتينج ذوس أورجانيزيشن. فلما بنتكلم عن التشيرش بيست أورجانيزيشن إنه هو الكريستيان بيست أورجانيزيشن، أنت بتتكلمي عن دعم كنسي لها كبير جدا ودعم المجتمعات المسيحية لها بشكل كبير جدا. هذا على الأقل جزء من المعادلة. الجويش ريليف مش حتروح تعمل، أنا بتكلم براغماتي غير الدكتور هاني، شوية الدكتور هاني يكون يحاول أنه ينمق لكم الصورة، لكن بتكلم براغماتية. الجويش ريليف مش حتروح على مجتمع مسلم تعمل فاندريزين. تتخيلوا الجويش ريليف حتروح على مسجد يوم صلاة الجمعة وتدخل عليهم تحكي لهم أنه احنا في المسلمون في مينامار عدوا بدنا نجمع لهم فلوس؟ تتخيلوا ممكن يحصل كده؟ لا باغماتيا لا. فالآن مثلا الفجوة اللي بتكلم عليها دكتور هاني انه سدد في بريطانيا يوم أسس المؤسسة دكتور هاني والمؤسسات اللي طلعت معاهم في نفس الوقت في الثمانينات كان في فجوة في جاليات مسلمة تعيش في غربة، غربة عن بلادها وغربة عن البلاد اللي هي ساكنة فيها، هي ما عندهاش إحساس بالانتماء للمجتمع البريطاني. الآن مختلف، العالم مع العولمة مختلف. 1980s كانت هم بيشعروا بالغربة، هم معهم فلوس الآن وعايزين الانتماء الديني، وخاصة أبناء الجاليات الآسيوية عندهم مقدار قدرة على العطاء عالية جدا. most of the crisis في العالم وين بتحصل؟ في بلاد المسلمين، في باكستان، في بنغلاديش، في أفغانستان، دائما هدول مصح كوارث أصلا. فالآن الفجوة إنه هدول معهم فلوس وانت عندك ها متلقين، فهم مجتمع مسلم. المجتمع المسلم هذا مش حيعطي زمان، مش حيعطي أكسفام، ومش حيعطي سيف، ومش حيعطي مين التاني كاريتاس، مستحيل. هنا أجا وجود إسلامي، مش إسلامي كليف لحالها، إسلامي كليف ومسلم هانزو، هدول سدوا الفجوة. سدوا الفجوة إنه حققوا أمال على الأقل، على الأقل الدونر حققوا أمال الدونر إنه معانا فلوس we want to give it to هذا جزء من المعادلة. أنا بس لا لا أنا 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 هتكلم معاكم بس بطريقة تانية. هلعب دور الشيطان. الدين هو طريقة حياة، شئنا أم أبينا. أنا في دي اكستريملي ادمنت، يعني سواء كان احنا صنعناه بايدينا او اوحي الى رسول من الرسل او نبي من الانبياء به من خلال الله سبحانه وتعالى. كل مسلك ومنهج حياه هو دين. الدين في الفقه الاسلامي اللي هو the way of life، ان الدين عند الله الاسلام. هنا بيقول لك الدين عند الله الاسلام اللي هو ايه؟ اللي هو طريقه حياتك. يعني انا سيكولر خلاص، دين اسمه سيكولاريزم. ما الكلام ده احنا اتناقشنا فيه في اسمها دافوس، اسمها ايه دي،
وهذا كلمك فورم. كان في لجنة لجنة الأديان كنا بنغرد معه ونوم. شوفوا انت هتيجي تقول لي انت سوشيالست او كلك اقول لك اه من حقك, كومونست من حقك, ليبرال من حقك, ودي كولت سيكولر من حقك, لكن ما تجيش يقول لي ده مش دين. السيكولاريزم نتكلم عنها دي ليها مؤطرين اللي هم يعتبروا انبياء السيكولاريزم. انا عندي مؤطرين اللي هم صحابة الرسل, سواء كان صحابة حواري عيسى عليه السلام أو صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي العصر الحديث يا أخت ندى, بسم الله مش اسمك جميل قوي بس أنت كنت هتضربيني شوية يعني خلي بالك من ربنا. فأنا عندي دين جديد بحطه على الطاولة. اللائكية في فرنسا تدعو من خلال فكرها للمسيحية, لكنهم بيقولوا احنا لائكيين اللي هم الايه لا دينيين, واخد بال حضرتك؟ فما نيجي نتكلم بمنتهى الأريحية نجد ما فيش أي مذهب وضعي أو مذهب أنا وضعته إلا هو بيسمى وسيلة حياة اللي هو الدين. سواء كان بقى الدين ده كان وحي من السماء أو كان وحي مننا إحنا كأفراد, واخد بال حضرتك؟ لأن أنا مجرد ما ابتدي أعطر للسيكولاريزم أو للسوشياليزم والحاجات دي كلها أنا بعمل شرائع جديدة. زيك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن ايه, عن اللي هو ما قبل الاسلام من الاحبار اليهود, الم تكونوا تشرعوا كذا وكذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم. الم تكونوا تشرعوا كذا وكذا وكذا تنهوا عن كذا؟ قال لهم ده دين, انتوا خدتوا دور ربنا سبحانه وتعالى في التشريع. فانا كشخص علماني, كشخص ليبرالي, كشخص اشتراكي او شيوعي, اخذت دور المشرع في التشريع. فانا عملت دين وما سميتوش دين. لان بردك شوف يا أخت ندى, أنا مش عايز أكون لست بالخبي وليس الخبي يخدع, وليس الخبي يخدعني. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا ال- 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 الحزب الشيوعي اللي أسس لروسيا البلشفية عمل إيه في الباقيين؟ مشاهم على منهج جديد, صح؟ سواء كان بالحديد والنار أو بالديمقراطية إلى آخره. فالمنهج ده اللي هو نوع من أنواع الأديان الوضعية التي وضعها الإنسان واتفق عليها. فلذلك انا بتكلم عن حاجه زي كده, بتكلم عن ان احنا بنحاول نوصم الاخرين بانهم متدينين, واحنا لا, احنا مجرد انه ده philosophy of thinking, ما الدين philosophy of thinking, بعد كده بيتحول لعقيده, بعد بيتحول لايمان. اتفضلي. انا عن ايه؟ المسلمين 90% او 90% مسلمين. دي وان بس مثلا انا دونر secular او christian, يعني انت هتقبل الدونيشن؟ انا هديك الاجابه من بطريقه ثانيه. لا لا لا, ما انا هديك حد, انا هجاوب لك عليها, انا هجاوب لك عليها, انا هجاوب لك. دكتور بس اعذرني لانه عايز اشرح بس الجاب الثانيه اكاديميا. لا برضو في الجابز, الاكاديميا لسه هتكلم عليها ليتر. على موضوع الجابز, احنا سكرنا جاب واحده زي ما دكتور شرح تماما, انه في كوميونيتيز لازم انك تحققي لها الان. اذا انا بتكلم باجماتي تماما, this is I don't want to say it's a market, ماشي, big market. بس يعني في كوميونيتيز they want to donate. مش انت بتتكلم عن 100,000 دولار و200 الف دولار ومليون دولار و2 مليون دولار, you speaking about billions, ماشي. المسلمين عندهم فرائض دينية بتتكلم عن 2.5 الزكاة, بتتكلم عن صدقة, بتتكلم عن محرم, بتتكلم عن صفا, بتتكلم عن رمضان, بتتكلم عن كل ما والناس بدأت تصنع ثروات بعد 40 سنة في المهجر, بعد الحرب العالمية الثانية. أنا بدأت أتكلم شوية تحليلي, بعد 40 سنة صار معهم فلوس, الفلوس هاي بدهم يطلعوها. والمذاهب الصوفية عندهم حب للعطاء غير عادي, وهناك أغلب المسلمين, الجاليات المسلمة الموجودة في بريطانيا, صح كلام دكتور؟ كتير منهم صوفية. أغلبهم. وكلمة زي يمكن صوفي. يمكن كلمة. الصوف كتير. لما بتكلم على الشام اسمها شام شريف. وبغداد بغداد شريف. هذا كله عشان. برمنجام شريف. وبرمنجام شريف كمان. وندى شريف. بس طب الجاب الثانية. الجاب الثانية. الجاب الثانية عفواً. أتكلم عن الجاب الثانية. الجاب الثانية إنه المؤسسات الغربية مع اللي إحنا كلامنا عليه, الحرب الجديدة والكومبليكس إمرجنسيز, المنظمات الغربية ما بتكفي, واحد. اثنين, ما تستطيع الوصول, في حاجة اسمها الهيومانيتيرين أكسس, ما بيقدروا عليه. الإغاثة الإسلامية الآن
حكينا في هالكلام ولا ما حكينا؟ حنحكي إذا ما حكينا حنحكي لكم إياه. واحدة زي الإغاثة الإسلامية ممكن إنها تروح تشتغل في السودان بكل ترحيب، أو أخذ تشيرش إيس على باكستان حيحكوا لها برا مثلاً. تقبل العرب للغرب للغرب أكبر من تقبل حسب الكونتكست، حسب الكونتكست، حسب الكونتكست. لا مش جنرال. في هوية. لا 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 اسمعي معي عشان اجاوب. وبالتالي لو هو اسلامي لماذا؟ طيب ما انا قلت لك ان الدين مش بالاسم بس. لا انا هتحدث عن لا لا انا اقول لك لا لا ما هو ما هو شوفي انا هقول لك حاجه، احنا مش بنتحدث علشان نحط العقد وما تتحلش، بنحلها واخد بالك؟ احنا بنحل العقد ازاي؟ انا هقول لك حاجه، اوكسفام دلوقتي عامله قسم اسلامي لجامعه تبعات المسلمين. الامم المتحده لا لا ما تتكلمش، لا لا الامم المتحده نيويورك سيار ودبليو اف بي عاملين قسم لجمع الزكاة، وخدين 16 فتوى من 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 مشايخ في العالم العربي عشان يجمعوا فلوس من المسلمين. واخد بالك؟ واخد بالك؟ خدت بالك؟ فالماركت زي ما غسان بيقول ماركت كبير. فهنا التميز مش للتفرقة، التميز زي ما قال للأكسس والاطمئنان لبعض الناس. لكن هل أنا كمؤسسة إسلامية، تعالي بقى حاسبيني بقى، أنا عايزك تحاسبيني كمؤسسة، هل انا بشتغل في منطقه مش مسلمين بساعدهم ما بساعدهاش؟ بشتغل. هل انا بحرم الغير المسلم من تبرعاتي؟ ما بحرمش. يعني اسمعني اسمعني في الاخر. ما هو شوفي لما تسمعي الاجابه مش متخطعيش، يعني ما تبتتريش الاجابه. بعد ما الاجابه تخلص تبقى من حقك ايه تعقبي. احنا لما جينا هقول لك التقسيم كان امتى. التقسيم كان في 91 لما جاء زلزال ايران، المسلمين كانوا هيتبرعوا، كنا احنا اتبرعنا وجمع عملنا حمله تبرعات قبل حتى المسائل الحسينيات الشيعيه. خلاص ده في 91 عشان تيجي تحاسبيني انا في سنه 2019. خلاص ده نمره واحد. نمره اتنين، لما حصل الزلزال بتاع هايتي في 2008 كان في 22 او 23 مؤسسة اسلامية بتجمع ملايين الدولارات لهايتي، ما فيهاش الا 5000 او اقل، وثلاث ارباعهم بيعبدوا الدين الشيطان. هنا هنا التعقيب دكتور، هتلاحظ نقطة انه كمنظمات مجتمع مدني مسلمة في اوساط كوميونيتي مسلمة دمع. هذا الطبيعي، وهذا طبيعي للجوث تبع المجتمعات عشان تصير فاعلة. لما مجتمعات بدها تتكامل مع مجتمعات أخرى، وهذا طبع الحضارة، إنه أنا مجتمعات مسلمة في بريطانيا ما عيشش في جيتوز منعزل، أنا بديت أتفاعل مع قضايا كونية مش فقط مع قضايا المسلمين فقط. دكتور بيحكي لك سنة 90 لو كنت بدك تروح تتكلم عن إل سلفادور في الجاليات المسلمة ما كنتش بتجمع 10 دولار في 2005 بالمناسبة، بعديها بخمس سنوات، لأنه هذا شغل إسلامي كليف والمؤسسات الرائدة اللي طلعوا معاها، إنها بدأت تغير وعي المجتمعات. يوم ما راحوا على هايتي ما كانتش مؤسسة إسلامي كليف لحالها رايحة مسلمة، 23 مؤسسة مسلمة طلعة من 3 مليون مسلم، وهدول عندهم القدرة كانوا انهم ياخذوا يعني الآن صارت إذا بدك تتكلميها باجماتي بمخ الفاينانس، فلوس حلال طلعت في مكان حلال راحت على مكان حلال. كويس؟ مش فلوس مالكو؟ وهذا يعني الآن أنا بالنسبة للجالية المسلمة أنا خدمتهم، كبرتهم، وعيتهم، أعطيتهم حقوقهم، دخلتهم في مجتمعاتهم. أنا معني جداً أن المجتمع المسلم في بريطانيا يكون جزء من المجتمع البريطاني، أنا مش عايزهم يرتبطوا بمجتمعاتهم الأصلية زي ما هم مرتبطين بالمجتمعات المستضيفة بتاعتهم. مش مستضيفة anymore، هم بارت من النسيج البريطاني. لما بيطلع بيتكلم على حاله أنا بريطاني من أصول أسيوية، أنا بريطاني من أصول عربية، وهكذا. وهذا فعل هذا إسلامي كليف ساهمت فيه. طب بس أنا بس عادي هذا بيعزز الروابط مع أسره، عزز في جزء يعني بسوا يعني إنه ما انقطعوش عن هذا عشان أنا قلت كذا. هذا في لا لا, لا 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 شوف بس عشان الدور اللي اتقال بيه إن إحنا عملنا إيه. لا أنا فهمت غلط،
لا الدور اللي اتقال في جزء من لا الدور اللي اتقال الدور اللي اتقال شوف لا اسمعوني اسمعوني عفوا دكتور لا. الموضوع لا ينفع الموضوع الموضوع طب خلونا اوضح انا بتكلم عن يعني اذا بدي اتكمل على الصوره كامله بطبيعه الحال انا بديت كلامي وانا حكيت انه احنا بتكدس مال وجاليات جاليات مسلمه انا اللي حكيت جاليات مسلمه موجود ما الكلام عندي مش متناقض جاليات مسلمة موجودة في الغاب عندها قدرة عالية للعطاء وعندها رغبة عالية في العطاء الآن تحتاج في مرحلة من الزمن كانت إلى مصارف لهذا العطاء ما عندهاش وعي لموضوع الأمم المتحدة ما بتعرفوش ولا تثق فيه ما بتعرفوش الأمم المتحدة في ذلك الوقت wasn't that sophisticated أنا بتكلم عن 1980 ما كان لها مكاتب في لندن وشمال إنجلترا وجنوب إنجلترا ما كان الثانية ما بيثقوا لغاية الآن ما تتخيل إنه مستويات التعليم للمجتمعات المسلمة بأن أنت فتحت لنا ستريمينج دكتور إنه مستويات التعليم عالية مثلا ما بيعرفوا إنه في حاجة اسمها البيتش هودوكوس أكيد هذا تبع الكنيسة هذا تبع الكنيسة مش حعطيله ما بعطيلوش أنا بعطي للناس اللي الآن وجود مؤسسات زي إسلامي كليف والمؤسسات الإسلامية الأخرى كان ضوي وحد الاثنين بحقق معادلتين هدول ناس عندهم ولاء عالي لبلادهم عندهم ولاء أنا لا أنكر وعايشين غابة عن الأوطان تبعتهم إحنا الآن من ظاهرة نمو المجتمعات المعروفة حديثا اللي هي ظواهر نشوء المجتمع المدني بدك مجتمع مدني من أولادهم لو رحتوا على بريطانيا سوف تسروا من الشباب الصغار اللي هم من الجاليات المسلمة اللي بينخرطوا في العمل المدني مع المؤسسات الإسلامية وكشافة وطلوع جبال ونزول جبال وكله وطلع حاجات جميلة جدا بالفكر التقليدي بتاع زمان ما كانوش بيعملوا الكلام هذا كله مين اللي خلق هالأشياء الإغاثة الإسلامية مش لحالها المؤسسات الإسلامية اللي حواليها صغيرها وكبيرها وهكذا فهي كانت وسيلة لتعزيز وجود هذه المنظمات في المجتمع البريطاني بدليل أن الحكومة البريطانية كل سنة إيش بتعمل الإغاثة الإسلامية تيجي عند حملة رمضان على حسب فهمي يمكن أنا مش متابع كتير بيحكوا احتراما إن المجتمع البريطاني كل قرش بتاخدوه من المجتمع البريطاني الحكومة البريطانية حتعطيكم مثله بتجمع 5 مليون أنا حعطيك 5 مليون لأن المجتمع البريطاني المساهم فيها هو مجتمع بريطاني مين المجتمع البريطاني المسلم الحكومة البريطانية هذا في سبيل تعزيز الكوميونتي أنا حكيت لكم برضو بريطانيا مش تبعت community integration بريطانيا بتاعت open society إنه بدها تحتفظ بالأعراق زي ما هم هذه في حالة الثانية الآن إنه المجتمعات هذه عندها ولاء لمجتمعاتها هينا إحنا العرب بريطانيين طبعا أنا مش بريطاني بقدم دكتور هاني وبريطانيته بس ما زال دكتور هاني يعشق مصر سمعوا صوت أم كلثوم حيسيب الدنيا يعني احكي له حد مصري هان حيقوم حيضلوا مصري وإحنا حنضلنا عرب يعني والباكستانية حيظلهم باكستانية وحيصير انهم يتزوجوا من الباكستان فوجود المؤسسات هذه برضو كانت مصرف لهم انهم يحطوا فلوسهم انها تروح تصرف في بلادهم بس هذه هي الدعوه مثلها مثل انا 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 شوف 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 بس انت عايز تاخذ التاريخ في نص ساعه مش هتاخذيه في نص ساعه ما اشتغلوا في الدعوه واخد بالك يعني شوف شوف تطور ونشوء وتطور المؤسسات بيتطور انت لما تخليه في طفل عنده سنه وسنتين غير لما يبقى عنده 5 سنين وعشر سنين وخمسين سنه واربعين سنه الى اخره تقول يا فكري انا هو نفس الفكر لما جيت بيه من بريطانيا لا هو نفس الفكر انا عايش فيه في مصر لا هو نفس الفكر قبل 11 سبتمبر 14 سنه لا عشان برضه تكون انت واقعيه في العمل مستحيل لكن اللي احنا استطعنا نعمله باعتزازنا بكلمه اسلام في اسم المؤسسه علمنا المجتمع المسلم ما هو الاسلام الانساني أخرجناهم من الجيتوز الحواري اللي هم عايشين فيها بلاوي زرقة كان بتحصل بلاوي زرقة كان بتحصل واخد بالك فده ما كانش حيتقبله على الإطلاق لو أنا مسميني نفسي أي اسم تاني عشان نكون واقعين معك عشان نكون إحنا واقعين مع بعض هلأ قبل شوي أنا جوابا على سؤال الأخطاء اللي ارتكبوها المنظمات الإسلامية كان حضرتك حكيت أنه نحن قدمنا نفسنا بهوية إسلامية لا الهوية الإسلامية ده مش خطأ لا مش خطأ أعذرتك قد يكون طريقة شرحي ليست يعني لم تفهم هويتي الإسلامية التي تخرج هؤلاء من الناس من الجيتوز اللي هم عايشين فيها عشان يعرفوا ان ده مش الإسلام أقولك بقى الإسلام إيه أعوذ بالله أنا مش عايز أجي واحد شيخ واحد مش شيخ يا ربي واحد نص كم
جاي من قرية في بنغلاديش ولا قرية في باكستان ولا قرية في الهند ولا قرية في أي حاجة, يجي يفتي لي ويقول أنا مفتي, أنا متربي في الأزهر واخد دبلومة دراسة عليا إسلامية بعد 5 سنين دراسة, أنا ابن شيخ متربي في الأزهر 30 سنة وبعدين خد الدكتوراه وخد كذا وكذا وكذا وكذا, هو متربي يعني آه. علماء الأزهر كبار, خدت بالك جواد البنا حاصل على دكتوراه سنة 1937 حقيقة حقيقة والله, بس سيبك من دي بعد بس من شيوخ الاعتداء علماء الأزهر سنة 37 الله يرحمه, خدت بالك؟ فما نيجي ننظر احنا حبلنا نقول يا اخوانا الراجل اللي هو اللي انتم بسمينه امام ده في المسجد وجاي بيفرق الجالية الإسلامية داخل المسجد, حب يتخدم من حب جانب مفيش مكان للنساء انهم يصلوا في المسجد في كتير جدا من المساجد, ودي معركة بيننا احنا وبينهم هؤلاء الناس اللي هم اشباه الائمه اللي موجودين. احنا معركتنا داخل الجاليه الاسلاميه مش معركه جمع تبرعات, معركه وعي. لو انا ما سميتش نفسي ان انا اسلامي كليف مش هيقبلوني, لو انا ما كنتش حافظ الاحاديث والحاجات دي كلها ولا ادعي ان انا عالم ولا ادعي ان انا شيخ ولا ادعي ان انا امام مش هيسمعوا لي. فانت بتخاطبي الجماهير اللي ممنوعه انها تتحدث داخل المسجد, هتخبيهم ازاي؟ كان في لقاء عادي احد الناس اللي هم الليبراليين السيكولر اللي في بلد ما بيقول احنا كديمقراطيين 70% من الشعب معانا لكن ما بنعرفش نخش الجامع نكلم الناس. طب ما تخش الجامع تتكلم الناس وانت مسلم, انت رافض انك تكون مسلم لان انتهكت نفسك دين جديد. شوفي يا اخت الاء, انا اعتز بديني مش هزايد عليه وعايز العالم كله يبقى مسلم مش عايز, لكن لن افرض الاسلام على احد باخلاقي وبعملي وباخلاقك وعملك الناس تحبك, لا اكراه في الدين, ربنا حط لنا حدود لا اكراه. لكن انت احنا عندنا مشكله عويصه 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 في من اتوا من القرى والنجوع ولا يفهمون الدين ويسمع اليهم, وده بيتأتى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرويبدة. قالوا ما هي الرويبدة؟ على الرجل التافه, اتفضلي. الرجل التافه الذي تفرض له المجالس, واحنا عايشين في العصر ده. فانت بالتالي بتحاولي تخففي العبء على المسلمين عشان يبتدوا يفهموا ان الاسلام ده مش اسلام فقط الامام اللي جاي لهم, فبتقدم لهم نوع جديد جدا من الوعي, الوعي المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه. فلذلك انا عايز اكون انا هسميكي زينب, انت مش اسمك الاء, خلاص انت الاء وباي الاء ربكم الكذبان, وانت اسمك ايه؟ الهام. الهام. وانت اسمكم ايه؟ عائشه. اعطيني الميكروفون اشوف, عجبني هذا الميكروفون صغير. الاء, الهويه اللي هتكلم عليها الدكتور, خلاص 5 دقايق ونمشي, ده تلميذك يا دكتور. شوف بس شوف يا اخ عمر, انا مستوى الحب يعني نما في قلبي الى مرحله يعني لا تتخيلها, فانا دلوقتي بغرف من الحب اللي انا باخده. انت مفروض تلقى لمولانا جلال. خلاص عبوا يا اولاد عبوا, اطبع له المثنوي. اطبع له المثنوي. نرجع الاء على موضوع اين اخطات المؤسسات الاسلاميه. اخطات طبعا المؤسسات الاسلاميه لرد طويل من الزمن واللي تفضل فيه الدكتور, بس انا بدي شوي اوضح لك اياه. موضوع الهويه الاسلاميه, موضوع اللي هو ادخال الدين في العمل, وموضوع الفهم الخاطئ للدين بالمناسبه, وما زلنا احنا بنعيشه لحتى الان, ما زلنا نعيش تجلياته بشكل غير عادي. الدين عمره ما كان انك تفرض الدين على الاخرين, وعمرك ما كان انك تحقق دين الاخرين, وعمره ما كان انه انت تستخدم المساعده بتاعتك وانك تذل الناس. كل هذا كله يعني واضح في ايات قرانيه, واضح في تشريعات تماما. اللي صار مع المؤسسات الاسلاميه, وحكيت لكم مثال سريع قبل ما يجي الدكتور يوم الاحد على المؤسسات في البوسنه اللي هو مثلا فرض الحجاب على الناس. لا, مين حكى انه الحجاب يفرض؟ مين حكى انك تجيب لي ثقافه الجزيره العربيه بدك تخليها تطبق في شرق اوروبا؟ مين حكى انها مناسبه؟ مين حكى انه انت متفق اصلا كل الفقهاء
كل الفقهاء متفقين على الحجاب كما تراه أنت. ما أنت هيك بعد 30 سنة غيرت فكرتك على الحجاب، وصار الآن إنه النساء في السعودية بتمشي من غير الحجاب الأسود اللي كنت متفاوض عليه وبدك تطبق ليه. بس آه، فهذا اللي بتكلم عليه الدكتور هاني. مؤسسات كتير إسلامية، شباب صغار وبتحمسوا للإسلام زي ما تعلموه في المساجد، واللي علموهم إياه شباب ما عندهمش معرفة دينية، ما عندهمش إكسبوجر عالي، يعني ملزمة صغيرة بتعلموها في الجامعات وبيحفظوها وبوحوا على العمل الإغاثي، ما بيكون واحد فيهم حافظ جزء قرآن، فعليا ما بيكون حافظ جزء قرآن، وبيبدأ يفتي على الآخرين وبيبدأ بده يعمل عليهم ممالك. هذه التطبيقات الخاطئة هي يمكن دكتور هاني يلك الهوية الإسلامية، هي التطبيق الخاطئ للإسلام أو الفهم الخاطئ للإسلام، وتطبيقات شنيعة بعد كده، إجبار الناس على الحجاب. في مقالات حتشوفي مقالة أكاديمية عليها عن موضوع البوسنة، المؤسسات المسلمة في البوسنة وكيف إنها يعني موضوع فرض الحجاب على الناس، موضوع إنه المساعدات ما بتنعطاش إلى الناس اللي بتصلي مثلا، موضوع الزواج من البوسنويات هو نفس طريقة التفكير بس على أكثر براءة من داعش، يعني أكثر ما كانوا ناس لا حاملين سلاح ولا غيره، بس استخدام المساعدات الإنسانية لأنها وسيلة للنفوذ. تستطيع أنت توصل في الاعتقاد بالحالة النفسية أنك تستطيع أن تحيي وتميت، فأنت بصير أنا لن أعطيك مساعدات يا لا. ليش؟ أنت مثلا مش محجبة، أنت ملكيش مساعدة، إذا ما تحجبتي خلق أنا معاجب في عندي وظيفة في الشغل الآن مش هتاخديها أنا من جزء حاجة ليه؟ لا لا بتكلم عن متى تحجب يعني وبصلي معاه شو أنت بقى بتحجب؟ لا مش بتكلم عن إسلامك ليه، وبيقولك ده النظر يعني انا يعني بس انا نو 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 خليني يعني خليني يا الهام 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 مش انت الهام انا حابني على الكلمه اللي انت قلتيها ابني عليها انا جاي من مكان ما في صحراء ما في بلد ما في قاره ما حصل مشكله في دور الايتام عند الشباب وعند البنات قفلوا دور البنات انا عار طب ما الشاب اللي بيحصل فيه كذا 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 مش عار لا هنخلي الشباب ده فهم خاطئ ما نرجع بالدين ما نرجع بالدين ولا نلق بالثقافة هي مجرد ناس ايه ما انا ما ده انسان فاهم خطأ وده ايه ده متعلم ودكتور وخرج من الجامعة لقى البنات لا ما تكفلهمش والله بقى البنت اللي هي يعني مور فولنربل يعني ايه يعني اضعف لا لا وسبب مجتمع تبقى بعد كده تعمل استغفر الله العظيم كذا 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 ده ايه ده ترجع تقول لي دين وفي ناس بتفتي لا انت عندك مشكله مع من يفتي معانا يا اخت ندى انت عندك مشكله مع من يفتي مش من يعمل واخده بالك دي نمره واحد نمره اتنين في بعض الحاجات اللي احنا كنا بنقوم بيها ده كان ده دي كان في نقطه ثانيه راحت مني توهتوني انا بضيع الكلام دكتور معلش لا توهتوني لا المهم كانت فاطمه وعائشه ومسل طب تفضل اخر سؤال اخر سؤال بالنسبه لك كان الساعه 8 وكام؟ 8 10 اوكي شوي نبتعد يعني عن موضوع المسمى انت ذكرت ان من ضمن شو اسمه يعني نقاط ضعف المنظمات الاسلاميه الاغاثيه هي قله البحوث طيب ايوه من ضمنها قله البحوث طيب الحين في بعض منظمات اسلاميه عندها موارد ماليه وعندها موارد بشريه قادره انها تسوي شو اسمه أعيد يعني السؤال أحد مشاكل المؤسسات الإسلامية قلة عمل البحوث الأبحاث الميدانية أيوة. أحيانا يعني في منظمات إسلامية عندها موارد مادية وعندها موارد بشرية قادرة أنها تعمل البحوث لكن مع هذا ما تعمل البحوث هل سبب هالمشكلة مشكلة ثقافية أو اختلاف أولويات يعني ما بنضمن أولوياتها أنا البحوث عارفين دمال يعني إيه هفقعهم بقى هفقعهم خالص اغلب المؤسسات اللي تدعي انها مؤسسات خيريه اسلاميه من ناس خريجي جهات شرعيه يعني درجاتهم كم في الثانويه العامه متدنيه ها قولي انت متدنيه قولي عشان الجمهور فانتم احجمتم عن العمل الانساني يا اصحاب الدرجات العليا واصحاب العقول المبدعه ومبارئ ليها ناس طيبين ومخلصين
في ما نتكلم في العموميات او غالبيتهم طيبين ومخلصين، لكن حدود افقهم المعرفي والفكري والثقافي محدوده، خدت بالك؟ فلذلك انت تركت الساحه، انت تركت الساحه. بالنسبه للنقطه اللي انت بتقول عليها دي، دي احد ال 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 مش دمال، خراج، يعني extremely dangerous abscess. المخ هنا مش موجود، انا يعني اضرب راسي في الحيطه اكسرها بطيخ يعني تطلع قرعة وتطلع حمرة، مش موجود. احنا عشان نعمل ورشة عمل مش بنجيب $5,000 عشان ورشة عمل، مش عارف نجيبها، ما بنعرف. عشان نعمل حاجة للتنمية البشرية مش عارفين نعمل. والأسباب ده، شفت انا بضرب نفسي ازاي؟ انا بكلم منتهى الصراحة، ده انا ممكن اصرف كجمعية $1,000,000 في في الباسكت بتاعت الفود، وما اصرفش $10,000 في تنمية بشرية. انا بقول لكم في ورشة عمل قعد الناس يقعدوا مع بعض، ده الفكر الموجود، وده لا، وده مش ممكن يكون فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون فكر الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم ابدا. يستاجروا يا ابي فايه فان خان المستاجرات القوية هنا مش العضلات، القوية اللي هو القدرة على العمل. انا هخليك انت قادرة على العمل ازاي؟ لازم تعرفي، لازم تفهمي، لازم تتعلمي، لازم تديك الخبرة عشان تبقي حرفية وتستطيع انك تقول. ده مش موجود، مش موجود. احنا عايشين في محيط من الدمامل، ومع ذلك بنسدد مخارب عشان ما نفرقش المجتمعات. فدي امور يعني هديكم مثلا في في خلاص انا اخر حاجه اقولها، في فيضان باكستان في 2010 احد المحسنين بتليفونين، والله بتليفونين يا رب وانت شاهد على هذا، $950,000. رحت زرته في بلده بقى فرحان وعايز اعمل حاجه المكتب يعني اكشف كمبيوتر كذا كذا، $60,000 بزيارة وانا قاعد معاه كده، وسافرت له بتاع 5,000 ميل مخدتهاش لغاية دلوقتي، شفت بقى؟ لكن بتليفونين $950,000. ايدي العقلية اللي موجودة، هنعلن الحرب عليهم ولا هنحاول ننشئ ونخلق جيل تاني منكم انتم تكلمون بالحسنة عشان يبتدي نغير الفهم ونرفع الوعي. قلنا امبارح او اول امبارح ان صناديق الاكل بتتباع في ادلب وفي سوريا وكذا بتتباع بربع الثمن، لان الناس مش عايزاها، حتى في اليمن في كل حته مش عايزينها، الناس عايزين يعملوا حاجه ثانيه. فاحنا بنتعامل مع عقليات، يا اخت الهام، يا اخت الاء، يا اخت ندى، يا اخ انمار، يا اخ وديع الصافي، علي الصافي، محمود الصافي، انت اخ ايه انت؟ ايه؟ ايجور. ايجور انت يعني من عند سليمانشا؟ يعني اصلك تركي؟ اه اصلك تركي. اصله لا اصله ليس تركيا من الرساله. ايجور طب اعطيني يلا خلاص عشان ننهب. اول حاجه انا خدمك، بس خلي بالك قبل ما الموضوع اللي انتوا فتحتوه ده ممكن تكون يوم كامل يتعمل جلسه للمشاكل فقط. صح الموضوع اللي جميل جدا، موضوع مثلا هل يعني هذا سؤال بحثي عن موضوع هل المؤسسات الإسلامية إضافة؟ ماشي؟ وهذا يحتمل كتاب الدكتور علي. كم كلمة نعمله؟ بنعمل عليه 100,000 كلمة هذا. وحكيت لكم عن بحثنا. أنا بعتلكم بحث اللي هو رسالة الدكتور لماري الطالبة الدنماركية اللي هو صار كتاب بعد كده، وهو بحث دكتور. وافع كرسي. وتكلمت فيه عن الإغاثة الإسلامية، جزء من البحث بتاعها كان على الإغاثة الإسلامية. احنا حكينا انفورمال ما في مشكلة. فالموضوع ليس سهلا. الآن في معايا شاب بيعمل رسالة الماجستير على موضوع مشابه على موضوع مشابه تماما، اللي هو بيتكلم عن موضوع هل الإسلام أوسع عن الإنسانية. بده يتكلم هذا مدخل فلسفي، ماشي؟
وبده يتكلم بده يكتب عليها 25,000 كلمة. وأتخيل موضوع جميل جدا وهذا يتقابل مع النقاط، هل الإغاثة الإسلامية وكل الفيث بيزد أورجنايزيشن إلهم لازمة في هذا العصر اللي نعيش فيه، إنه الأديان ممكن نحكي ندعي بأنها بطلت إلها قيمة، الإنسانية أعلى من هذا المدخل اللي إحنا بدنا نخش فيه. فالأسئلة اللي أنتوا طرحتوها أسئلة valid بس بدها further research. إجابات الدكتور هاني بتعطيك جانب من الحقيقة لكن أنتوا بتحتاجين جوانب أخرى. ما أنت عايزين خبرة 35 سنة تخلصوها في نص ساعة. حقنا يا عمر يا الله قليلا انت متهاجمين هجوم ده وقليلا من الزبدة. الله ما لو كانش في زبدة كنت ضربنا ولا ايه؟ وعشان تأخذ الحقيقة كاملة لاجع المكتب عندي، بتعرفوا مثال الزجاجة ولا فكينو؟ الزجاجة يجب ان تمتلئ عشان تبدأ يطلع منها فكر. فهي الآن احنا بناخد اللقاء مع دكتور هاني هذا بيعبي في الزجاجة معنا، بس الكلام اللي حكاه دكتور هاني محتاج كمان نوع حناقة. و وفي كتب طلعت على الفيث بيز اورجانيزيشن يعني I can share it with you يعني. المهم نشكر دكتور هاني شكر يعني انا قدمت.